السلام عليكم جميعا. إن شاء الله نبدأ المحاضرة الرابعة من المقرر بتاعنا الاقتصاد القياسي بالأمثلة. المحاضرة الأولانية زي ما حضراتكم عارفين كنا بنتكلم على الأساسيات بتاعت يعني نموذج الانحدار. المحاضرة الثانية والثالثة اتكلمنا في المحاضرة الثانية عن الفانكشنال فورمز وامتى يعني ازاي بنفسر المعاملات اللي احنا قدرناها في حالة ما يكون عندنا دالة خطية أو دالة لوغاريتمية أو ده أو 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 غير كده. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على المتغيرات الوهمية أو الصورية الدامي فاريبلز وازاي بنضيفها لنموذج الانحدار وازاي بنفسر الكوفيشنز بتاعتها لما بعد التقدير يعني. طيب المحاضرة النهاردة اللي هنتكلم على المالتي كلينياريتي، وأتوقع مالتي كلينياريتي بالعربي معناها الارتباط الخطي المتعدد، وهنشرح معنى الكلمة دي دلوقتي حالا. بس أحب الأول أخذ حضراتكم للمحاضرة الأولانية. المحاضرة الأولانية اللي اتكلمنا فيها عن أساسيات الانحدار، اتكلمنا عن بعض الفروض بعض الفرضيات اللي هي بتؤدي الى او ان هي المفروض تكون موجودة عشان خاطر يكون الاستيميتور اللي بيطلع لنا او التقدير اللي بيطلع لنا من طريقة المربعات او الاو ال اس يكون بلو او يكون بيست لينير اند بايز استيميتور. طيب دلوقتي افكر حضراتكم تاني بالاسامبشنز دهيت او ايه هي الفرضيات دهيت. اتفقنا ان النموذج المفروض ان هو يكون لينير ان بارامترز، معناها ان البارامترز اللي هي البيتا مفيش فيها يعني مش مرفوعه الاس مثلا او كده يعني تكون لينير. وطبعا قلنا ان احنا ده ما يمنعش ان احنا ممكن يكون عندنا يعني الفاريبلز ما هماش لينير، ودي كان موضوع المحاضرة الثانية لما اتكلمنا على الفانكشنال فورم او اشكال الدوال المختلفة في نموذج الانحدار. طيب نيجي النهاردة نتكلم على يبقى ده كان اول فرضية اتكلمنا عليها واللي احنا سميناها الكلاسيكال لينير ريجريشن موديل اسامبشنز او الفرضيات بتاعت نموذج الاقتصاد نموذج الانحدار الخطي. طيب الفرضية الثانية اتفقنا ان الريجريسورز او اللي هي الاكسات يعني تكون فيكسد مش نون ستوكاستيك، ما تكونش راندوم يعني، تكون اسف نون ستوكاستيك ما تكونش ستوكاستيك يعني ما تكونش راندوم. الفرضية الثالثة اتكلمنا على ان الاكسبكتد فاليو للايرور المفروض يكون بصفر، خلاص لان هو ايرور المفروض ان هو يكون في المتوسط بيساوي صفر. اتكلمنا على ان الفاريانس بتاع الايرور المفروض ان هو يكون يعني ثابت وسميناها سيجما سكوير. الحاجة الثانية أو الفرضية رقم خمسة قلنا إن ما يكونش فيه أوتو كورليشن، وأوتو كورليشن ده معناها إن ارتباط ذاتي أو إن الإيرورز أو الأخطاء بترتبط ببعضها، ودي يمكن هنتكلم عليها بعد كده. النهاردة هنتكلم بشكل خاص عن الفرضية السادسة واللي فيها بنتكلم على ان ما يكونش عندنا مالتي كولينياريتي. يبقى عشان اللي احنا عاوزينه ان ما يكونش فيه مالتي كولينياريتي معناه ان ما يكونش فيه علاقه خطيه بين الاكسات وبعضها، يعني تكون الاكسات وبعضها مش مرتبطه ببعضها. طيب وطبعا نو سبيسيفيكيشن بايز هنتكلم عليها في كل يعني كل واحده من دول يمكن هنتكلم عليهم في محاضره لوحدها. اللي انا علمت عليها دلوقتي هي النو مالتي كلينياريتي اللي هي الاسامبشنز او الفرضيه رقم 6، هي دي موضوع المحاضره بتاعتنا ان ما يكونش في ارتباط خطي بين الريجريسورز وبعضها او بين المتغيرات المستقله وبعضها. طيب فاذا يبقى احنا مركزين على الفرضيه رقم 6 دهيت، والفكره الاساسيه بتاعه المالتي كلينياريتي بقى او الارتباط الخطي بين بين الاكسات او بين المتغيرات المستقله وبعضها بيعمل مشكله في الفرضيه السادسه. الفرضيه السادسه ما بتتحققش اللي احنا افترضناها. طيب الارتباط بين الاكسات وبعضها عندي حاله من اثنين، وعشان ويعني خلينا كده نحط يعني نحط النقط على الحروف من البدايه كده عشان خاطر نركز قوي في الحته دي اللي هي ايه؟
اللي هي قد ايه الارتباط ده حاصل. ففي عندي حالتين، في عندي حاجه بنسميها بيرفكت مالتي كولينيارتي، وده بيكون في علاقه خطيه بين الـ يعني واحد او اثنين او ثلاث، اثنين او اكثر من المتغيرات المستقله، خلاص. ودي يعني بتبقى علاقه يعني كامله او بيرفكت مالتي كولينيارتي، وهوري لحضرتك اكزامبل عليها دلوقتي. الحاله الثانيه بيكون في ارتباط، والارتباط ده بيكون درجات، ممكن يكون ارتباط عالي شويه ارتباط اقل، ولكن في ارتباط بين الاثنين. الحاله اللي بنلاقيها احنا في شغلنا عاده هي الامبيرفكت مالتي كولينيارتي. البيرفكت مالتي كولينيارتي احنا اصلا ما بنعرفش نتعامل معاها، ولو وجدت يعني هي يمكن ما بتحصلش كتير، ولو حصلت هي ما بنعرفش نتعامل معاها، بمعنى ان الاو ال اس ما بيشتغلش معاها اصلا، وما بيحصلش تقدير اساسا. طيب فخليني الاول نتكلم على، يبقى دلوقتي خلينا بس دلوقتي نقف عند الحته دي تاني. يبقى احنا اتفقنا المالتي كلينيارتي معناها ان في ارتباط خطي بين الاكسات وبعضها، بين المتغيرات المستقله وبعضها، مرتبطين ببعض، خلاص. في عندي بقى نوعين من الارتباط دهوت، ودي مشكله، لان ده بت 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 ما بتحققش الشرط السادس من الاسامبشنز اللي احنا عملناها عشان اقول يس. طيب الارتباط ده حاجه من اتنين، يا اما يكون بيرفكت يا اما يكون مش بيرفكت، يعني يا اما يكون يعني كامل او ما اعرفش بيرفكت، ممكن تام، ارتباط تام او ارتباط غير تام، تقريبا ممكن تترجم كده تام، خلاص. فالارتباط لو تام خلاص، زي ما بقول لحضرتك دي حاله مش موجوده كتير في الواقع العملي الا اذا كان في خطا اصلا في توصيف النموذج، ولكن ولو وجدت الاو ال اس ما بتعرفش تتفاهم معاها، او ما بتشتغلش اصلا، وحتى لو انت شغال على سوفت وير مش هيطلع لك ريزلت يعني، خلاص. الحاله وضربنا بيها مثل قبل كده هي الدامي فاريبل تراب، وهنتكلم عليها، واللي هي فكره ان انت لما يكون عندك مثلا عايز تحط داميز، وعندك تو جروبس مثلا زي فيميل وميل، وحطيت حضرتك تو داميز زائد الانترسبت زائد الكونستنت، في الحاله دي بنقع في حاجه اسمها الدامي فاريبل تراب، وفي الحاله ده هي بيكون عندي بيرفكت مالتي كولينيارتي او ارتباط خطي تام بين المتغيرات وبعضها. طيب فالحاله دي زي ما قلت لحضرتك ما بتحصلش كتير. هننتقل للحاله الثانيه اللي احنا اصلا تقريبا معظم النهارده الوقت هنتكلم عليها، هي الامبيرفكت مالتي كولينيارتي او الارتباط الخطي غير التام بين الاكسات وبعضها. ان الاكسات بتبقى او المتغيرات المستقله بتبقى مرتبطه الى حد ما، والارتباط ده درجات، يعني ممكن يكون ارتباط عالي شويه او ارتباط اقل شويه، ولكن هم مرتبطين، ولكن الارتباط ده مش تام، خلاص. ودي حاله عاده بنشوفها في كل التايم سيريز اللي احنا بنشتغل عليها، او معظم التايم سيريز اللي احنا بنشتغل عليها، مفيش مشكله. طيب خليني ادي مثال مثلا يعني ايه بيرفكت مالتي كلينيارتي، يعني ايه ارتباط خطي تام. فالمعادله اللي قدام حضرتك ده هي المعادله رقم واحد، بتقول لحضرتك ان واي بتعتمد على اكس 2 واكس 3 وشويه اكسات كده لغايه اكس كي. فلو افترضنا مثلا يعني جدلا بندي لحضرتك مثال بنشرح يعني ايه الارتباط الخطي التام بين المتغيرات وبعضها، لو احنا مثلا لقينا ان اكس 2 زائد 3 اكس 3 خلاص بتساوي 1، او يعني معنى الكلام ان انا اقدر اعبر عن اكس 2 كداله خطيه في اكس 3، يعني معناها اكس 2 بتساوي 1 ناقص 3 اكس 3، خلاص. في الحاله دهيت احنا ما نقدرش نحط الاثنين مع بعض، ما نقدرش نحط اكس 2 واكس 3 مع بعض في نفس النموذج في نفس الموديل، خلاص. وبالتالي ما نقدرش نعمل استيميشن للريجريشن كوفيشنت عشان كده، او اللي هي المعلومات ما نقدرش نعمل لها تقدير، خلاص. عشان كده لما قلت لحضرتك في البيرفكت مالتي كولينيارتي او الارتباط الخطي التام بين المتغيرات المستقله، الاو ال اس اصلا مش هتطلع حاجه، ولو بتشتغل على سوفت وير مش هتديك اي حاجه، المفروض ان هو يديك ايرور مسج او رساله خطا، تمام. وقلنا ان دي حاله نادره، يعني حتى لما اتكلمنا عليها قلنا ان هي مثلا يعني مثلا واحد عمل ايه؟ واحد كان عايز يحط داله استهلاك مثلا، واحنا عارفين حسب نظريه النظريه الاقتصاديه ان المفروض ان الاستهلاك داله في الدخل. فقام رايح حاطط الاستهلاك على الشمال كمتغير تابع، وحط على اليمين الدخل مرتين، مره بالدولار مثلا ومره بالسنت، او مره بالجنيه ومره بالقرش، خلاص. فطبيعي ان الاثنين مرتبطين ارتباط تام، الدخل بالعملتين يعني او بالطريقتين. طيب الحاجه الثانيه اللي اتكلمت عليها هي الدامي فاريبل تراب، ودي برضو يعني مثال ثاني
عن المالتي البيرفكت مالتي كولينيارتي. طيب اذا يعني قلت زي حضرتك قبل كده دي حاجه نادره ما بتحصلش كتير، فخلينا نركز على اللي بيحصل، يعني خلينا نركز على القصه جايه منين او اللي احنا هنقابله اكتر. ايه اللي احنا هنقابله اكتر؟ هي الامبيرفكت مالتي كولينيارتي او الارتباط الخطي غير التام. خلاص طيب الارتباط الخطي غير التام دي معناها ايه؟ معناها على نفس المثال اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، اللي هي ان واي بتعتمد على اكس 2 واكس 3 وشويه اكسات لغايه اكس يعني كي. في الحاله ديت هتلاقي ان العلاقه بين الاكس 3 والاكس 2 بتبقى شكلها ارتباط، يعني في ارتباط ولكن الارتباط ما هوش تام. كمثال هنا لما بنعبر عن اكس 2 بتساوي 1 ناقص 3 اكس 3 ناقص مثلا يعني حد خطا شويه، يعني ما هياش بالظبط، ما هياش بتساوي 1 ناقص 3 اكس 3، بتروح حوالين القيمتين دول او القيمه دي. خلاص ده معناها ايه؟ معنى كده ان الارتباط موجود ولكنه مش تام، يعني احنا عندنا ارتباط بين اكس 2 واكس 3 ولكن الارتباط ده هو مش تام. خلاص ففي الحاله دي احنا ما عندناش بيرفكت لينير ريليشن شيب، ما عندناش علاقه تامه بين الاثنين. خلاص طيب يبقى المشكله الاساسيه عندي هنا ايه بقى؟ المشكله الاساسيه ان انا عندي حاجه زي ما بنقول عليها نير كولينيارتي او امبيرفكت كولينيارتي، حاجه قريبه من البيرفكت كولينيارتي ولكنها مش بيرفكت كولينيارتي. طيب في الحاله دي او ال اس هتشتغل، يعني طريقه المربعات الصغرى هتطلع لي ريزلتس، هتطلع لي ريزلتس. الفيوز هيطلع لي ريزلتس، هيطلع لي ريزلتس. بس فين المشكله؟ هقول لك فين المشكله دلوقتي. مبدئيا المشكله انت الاو ال اس استيميترز بيفضلوا بلو، واحنا اتفقنا بلو ديت البيست لينير اند بايز استيميتور، يعني هي بتفضل كويسه، متغير مش متحيز، متغير خطي ممكن يفضل يبقى الافضل، مفيش مشكله بكام. لكن بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندك حاجه غريبه جدا اللي هي انك بتلاقي في الغالب الار سكوير عاليه، وده معناها حاجه كويسه للنموذج بتاعي، ولكن في نفس الوقت بتلاقي الكوفيشن بتاعتك ما هماش سيجنيفيكانت. خلاص يعني بتلاقي ان العلاقات اللي طالعه ما فيش فيها علاقات ليها معنويه، وحتى وان كانت النظريه بتقول ان المفروض يكون في علاقه معنويه، فتلاقي معظم الكوفيشنت اللي انت قدرتها مش طالعه معنويه، طالعه القيمه بتاعه البروبابيلتي فاليو بتاعتها مش اقل من 5% او 10%، دي اكبر من كده. خلاص طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده دلوقتي ان اذا بسبب مشكله الارتباط بين الاكسات وبعضها، لما جيت قدرت المعلومات دهيت، لما جيت قدرت البيتا ازاي باستخدام الاو ال اس طلعت لي تقدير، ولكن لما نيجي نبص على التي ريشيو او البي فاليو بتاعتها عشان نشوف ان كان التاثير ده معنوي ولا مش معنوي، طلع لي ان هو مش معنوي. خلاص مش معنوي معناها ايه؟ معناها ان يعني ممكن، وطبعا بشكل خطأ، يعني هو ممكن اصلا تكون التأثير معنوي، ولكن المشكله اللي حاصله ان عند حضرتك اصلا مالتي كولينيارتي، عندك مشكله ارتباط خطي بين المتغيرات المستقله. طيب كمان يعني اذا يبقى اذا علامه من العلامات بتاعتها دلوقتي انك تلاقي قيمه عاليه للار سكوير. خلاص معامل التحديد بتاعك الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن هو قيمته عاليه، ولا والمفروض ان دي حاجه كويسه وان احنا المفروض نبقى مبسوطين بيها، لان معناها ان النموذج بتاعي بيغير، اسف، بيفسر جزء كبير من التغير في المتغير التابع. خلاص والمفروض لما يكون الار سكوير قيمته عاليه، المفروض اتوقع ان الكوفيشنت اللي طلعت لي او التقدير اللي طلع لي يبقى سيجنيفيكانت، خلاص يبقى معنوي، ولكن بيبقى مش معنوي. طيب الحاجة الثانية، لو انت غيرت شوية في البيانات او لو غيرت شوية في توصيف النموذج، ممكن تلاقي يعني القيم بتاعه الكوفيشنت اللي طالعه تتغير بشكل كبير، يعني بتبقى حساسه جدا لاي تغييرات بسيطه جدا في الريجريشن بتاعك، ممكن تغير من الريزلتس بتاعتك خالص. خلاص فاذا يعني خلينا نتفق ان حتى وان كانت الارتباط الخط غير التام هيطلع لنا ريزلت، ولكن الريزلت دي في الغالب هتبقى فيها مشاكل كتير قوي. خلاص اهمها انها تكون الكوفيشنت اللي طالعه واضحه ان هي مش سيجنيفيكانت، مش معنويه، وحتى لو كنت انت بتتوقع ان هي معنويه، حتى لو كانت السيري بتقول ان هي معنويه، ولكن للاسف
هتلاقي بسبب مشكله الارتباط الخطي غير التام او الامبرفكت مالتي كلينياريتي اللي وقع اللي الريجريسورز بتاعتك وقع فيها او اللي حصل بين الريجريسورز وبعضها، بتطلع البي فاليو اكبر من اللازم، وبشكل خطا ممكن نحكم عليها ان مفيش علاقات معنويه خلاص، ولكن كل ما هنالك ان في مالتي كلينياريتي خلاص. طيب خلينا ندي مثال ووري لحضرتك يعني مثال الكتاب عرضه، كتاب الجراتي، كتاب الايكونومتريكس باي اكزامبل اللي احنا ماشيين وراه في شابتر 4 في شابتر 4 في الفصل الرابع. بيحاول ان هو يقول لك يعني هو عمل كده شويه، حط شويه بيانات زي ما حضرتك شايف كده، دي البيانات اللي قدامنا، وقال لك تعالى كده نعمل ايه، شويه بيانات عن الانفاق الاكسبندتشر والانكم الدخل والويلث اللي هي الثروه. طيب فهو عايز يعمل موديلنج، عايز يعمل معادله فيها الاكسبندتشر هو المتغير التابع، وعلى اليمين يحط المتغيرين اللي هو انكم ويلث. طبعا يعني واضح جدا من قبل حتى ما نبص على الريزلتس ان الدخل مرتبط بالثروه، يعني حضرتك غني قد ايه ودخلك عالي قد ايه، اكيد الاثنين مرتبطين ببعض. طيب فالارتباط ده واضح ان هو موجود، ولكنه يمكن ما يكونش ارتباط تام، ولكن اكيد في ارتباط كبير بين الدخل بتاع حضرتك والثروه. طيب تعالى كده نبص على الريجريشن لما عملناه. طبعا انا حطيت بس الملخص زي ما هو معروض في الكتاب، ولكن لو انت عايز تعمل ريجريشن ممكن تدخل البيانات في فيوز وتعمل ريجريشن تشوف الريزلتس دي براحتك. فالملخص اللي انا حطيته هنا بيوري لحضرتك اربعه ريجريشنز مع بعض خلاص. خلينا كده نبص على الريجريشن الاولاني اللي هو فيه ايه، هتلاقي الديبندنت فاريبل الاكسبندتشر اول ريجريشن اول تقدير، والانترسبت طالع مش عارف 24.7747 ماشي، طالع عندك تقدير الكوفيشن بتاع الانكم والكوفيشن بتاع الويلث، الار سكوير عاليه، الار سكوير 0.9635 خلاص. انا لسه ببص على الصف الاولاني هتلاقي الار سكوير قيمتها عاليه حلو خلاص. فين المشكله هنا؟ المشكله لما تبص تحت الارقام بتاعه الكوفيشنت اللي حصل لها تقدير ده، هي الارقام اللي بين قوسين دول في الصف الثاني، هتلاقي ايه؟ هتلاقي تحت انكم مثلا رقم 1.1، ده غالبا دي التي ريشيو خلاص، فما حطش الدي بس دي التي ريشيو. تي ريشيو كل ما تكون صغيره كل ما معناها ان مش معنوي، وعاده لما يكون اصغر من اثنين بيبقى التاثير مش معنوي. ده معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الانكم ما بيأثرش في الانفاق بتاعك، يعني دخلك لا يؤثر معنويا في مستوى الانفاق بتاعك خلاص. طبعا كلام عكس اي حد لوجيك او اي منطق، يعني عكس الكلام خالص يعني. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ لما نيجي نبص على ويلث، لما نيجي نبص على ويلث، لما نيجي نبص على الثروه خلاص، هنلاقي ايه؟ هنلاقي برضو ان الثروه تاثيرها غير معنوي، تاثيرها غير معنوي ليه؟ لان هتلاقي عند حضرتك الرقم اللي بين قوسين تحت ده 0.5261 معناها ايه؟ معناها ان الثروه لا تؤثر تاثير معنوي على الانفاق، مستوى الانفاق بتاعك. طبعا ده كلام مش منطقي وكلام مش يعني مش معقول خلاص. لكن ايه اللي حاصل هنا؟ يعني لقينا ان الكوفيشنت اللي احنا عملناه او التقدير اللي احنا طلعناه للمعاملات بتاعه الانكم وبتاعه الدخل والثروه هي ما هياش سيجنيفيكانت، ما هياش معنويه. يعني لو واحد هنا مش واخد باله قوي من موضوع المالتي كولينياريتي هيقول لك ايه؟ هيقول لك والله انا عملت نموذج وطلع الريزلت بتاعتي، النتيجه بتاعتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الدخل لا يؤثر تأثير معنوي في مستوى انفاق الافراد مثلا، وان الثروه لا تؤثر تأثير معنوي في الايه في مستوى انفاق الافراد. طبعا هو يعني في مشكله، هو مش واخد باله. احنا عندنا الار سكوير مستواها عالي، يعني قيمتها عاليه 96% اهوت، اكثر من 96% خلاص، ولكن لان الدخل بيرتبط بالثروه، لان في ارتباط خطي وان كان غير تام بين الثروه وبين الدخل، بنلاقي ان الكوفيشنت اللي طالعه التقدير ما هوش معنوي، التقدير ما هوش معنوي زي ما قلت لحضرتك. الارقام اللي بين قوسين في الصف الثاني دي كده لما تلاقيها اقل من اثنين معناها ان التقدير مش معنوي خلاص، لان دي تي ريشيو، دي مش الـ مش الـ مش البي فاليو خلاص.
فهو عرض التي ريشيو، والمفروض ان احنا لو التاثير معناه نتوقع ان هي على الاقل يكون اعلى من 2. طيب لما جه بقى قال لك ايه، طيب لما تيجي نشوف الريجريشن الثاني كده، الانحدار الثاني اللي هو لما تبص على الديبندنت فاريبل اكسبندتشر ثاني، خلاص في الصف الثالث هتلاقي ايه؟ هتلاقي المعاملات هنا هو حط الانكم بس، حط الدخل بس، وقع يعني شال الثروه. اتحول التاثير غير المعنوي بتاع الدخل لتاثير معنوي. الله، يبقى كانت المشكله ايه؟ كانت المشكله ان انا عندي الثروه والدخل في نفس النموذج، فلما وقعت الثروه بقى تاثير الانكم، بقى تاثير الدخل على المستوى الانفاق تاثير معنوي، بقت التي ريشيو بتاعته 14 بوينت، التي قيمتها هنا 14.24. خلاص ده معنى كبير، اكبر من 2 بكتير، ده معناه ان التاثير معنوي جدا. وده اصلا يعني حتى حسب المنطق واي حاجه في الدنيا ممكن يقول لك لما دخلك يزيد طبيعي ان انفاقك يزيد، يعني مش معقول يعني حتى لو بخيل اكيد انفاقك هيزيد. خلاص، فاذا هناك تاثير للدخل على الانفاق، ولكن احنا ما شفناش التاثير دوت لما حطينا الدخل والثروه مع بعض، لان الاثنين بينهم ارتباط. وطلع لي تقدير، طلع لي تقدير، لكن التقدير طلع مش معنوي. ليه طلع مش معنوي؟ لان في ارتباط بين الاثنين. خلاص، فلما وقعت الثروه وعملت نموذج بس الاكسبندتشر هي المتغير التابع والدخل انكم هو المتغير المستقل من غير الثروه ما تكون في النموذج، طلع لي التي ريشيو 14.24، معناها ان التاثير بتاعها معنوي. خلاص، تاثير الدخل على الانفاق معنوي. ولما جرب يعمل نموذج ثالث الاكسبندتشر هو المتغير التابع ويوقع الدخل، يعني ما يحطش الدخل في النموذج بتاعه ويحط الثروه، لقى ان التي ريشيو بقت 13.29. خلاص، معناها ايه الكلام ده؟ ان الثروه بقى ليها تاثير معنوي على الانفاق. الله، طب فين كانت المشكله؟ ما المشكله واضحه جدا يا جماعه، ان كان في اصلا ارتباط خطي بين الدخل وبين الثروه، ولما حطيناهم في نفس المعادله في نفس النموذج طلع ان تاثيرهم تاثير غير معنوي. ولا وده كان استنتاج خاطئ، لان بسبب ان في بينهم ارتباط حصل ان ظهر ان تاثير غير معنوي، وده غير حقيقي. خلاص، فلما حطينا كل واحد من دول لوحده في النموذج لقينا التأثير بقى معنوي. هو ده يعني أبسط مثال تفهم بيه فكرة الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة. وأنا قلت لك حتى من قبل ما نبص على الداتا والبيانات، واضح طبيعي إنك لازم تتوقع إن الدخل والثروة مرتبطين ببعض. خلاص؟ طيب في عمل ايه بقى هنا؟ حاجه ظريفه قوي، قال لك طب لما تيجي كده تعالى نشوف ان في ارتباط بينهم ولا لا، تعالى اما احط الويلث اعمل ريجريشن او اعمل نموذج انحدار الويلث فيه على الشمال ديبندنت فاريبل والانكم على اليمين، لقى ان الجي ريشيو بتاعته 62.04، معناها فعلا ان الدخل بيأثر في الثروه. خلاص، انت كل ما دخل حضرتك زاد طبيعي ثروتك بتزيد، وطبيعي ان التاثير ده يطلع معنوي، قلنا اكبر من 2، ده حتى ده 62، ده كبير جدا. خلاص، تاثير يعني تاثير كبير جدا او معنوي جدا، اسف. خلاص، نخرج ايه يعني نخرج بايه من الموضوع ده؟ هو اذا بيطلع لي تقدير لما يكون الارتباط غير الخطي بين المتغيرات المستقله غير تام، بيطلع لي تقدير السوفت وير او اف يوز هيطلع لك تقدير. ولكن في الغالب هتلاقي ان الحاجات اللي طلعت لك او التقدير بتاعك غير معنوي. خلاص، وقد يكون على غير الحقيقه، يعني هو قد يكون اصلا ان التاثير معنوي ولكن ظهر لك انه مش معنوي لان في ارتباط بين المتغيرات المستقله وبعضها. خلاص، خدنا مثال اهو بين الدخل والثروه وازاي ان هما الاثنين لما كانوا مرتبطين، عشان هما مرتبطين لما حطيناهم في نموذج واحد طلع تاثيرهم على الانفاق تاثير غير معنوي، وده غير حقيقي بالمره. المفروض ان في تاثير معنوي لكل واحد فيهم لوحده على الانفاق. طيب كده على الاقل اتمنى نكون فهمنا يعني ايه مالتي كولينياريتي، يعني ايه فكره ارتباط خطي بين المتغيرات المستقله. احنا اتفقنا، هتلاقي عنوان السلايد اهو من هنا وجاي، هتلاقي امبيرفكت كولينياريتي، انا بتكلم على ارتباط غير تام. احنا اتفقنا خلاص الارتباط التام ده احنا وقعناه من حساباتنا، لانه اولا مش موجود كتير، ثانيا لو وجد اصلا السوفت وير الايفيوز مش هيطلع لك ريزلتس، مش هيطلع لك اصلا استيميشن، مش هتعرف اصلا تطلع استيميشن. المهم،
فاحنا كده بنركز على الحالات اللي هي العامه اللي دايما بنلاقيها او اللي بتبقى موجوده وما بناخدش بالنا منها، لان السوفت وير هيطلع لك ريزلت، السوفت وير مش هيبقى فاهم خلاص، فمش يمكن ما يحضركش، يمكن ما يطلعلكش اي حاجه وانت بتطلع ريزلت بشكل خاطئ، انت عمال بتفسر ريزلت وخلاص خلاص. لكن لازم تبقى فاهم انك لازم تدور على المالتي كلينيارتي، لازم تبقى عارف او تعمل حسابك انك تتاكد ان مفيش مالتي كلينيارتي بين الريجريسورز وبعضها، بين الاكسات وبعضها، بين المتغيرات المستقله وبعضها. طيب على الاقل زي ما قلت قبل كده، على الاقل يعني اتمنى نكون فهمنا يعني ايه كلمه مالتي كلينيارتي من المثال بتاع الدخل والسبب. طيب خلينا ننتقل على النقطه الثانيه. طب ازاي نعمل تيست بقى يا عم هاني في موضوع الكلينيارتي؟ انت عمال تقول لنا دلوقتي دي مشكله خطيره خلاص وهتطلع لك ريزلتس، اه بس الريزلتس مش هتبقى معنويه، وانت لو فسرتها هتبقى ما انتش فاهم حاجه او ما انتش واخد بالك، وهتبقى عندك مشاكل بالتفسير خلاص، لان ساعات كتير هتقع في مشكله ازاي هتقنع الناس ان الدخل والثروه ما لهمش تاثير على الانفاق، ازاي تقنع اي حد في العالم ان دخلك وثروتك ما لهوش تاثير على مستوى انفاقك خلاص. يعني المهم، فانا بقول لك يعني حتى ده مثال بسيط، وفي الريسيرش بتاعك في البحث بتاعك ممكن تقع في مشاكل انك ما انتش عارف اصلا تقنع الناس بالريزلت بتاعتك، لان الريزلت شكلها مش منطقي اساسا. طيب يبقى نيجي في المرحله بقى اللي احنا نسال نفسنا السؤال، طيب الديتكشن او ازاي نكشف، ازاي ناخد كده سماعه ونحطها على الموديل وكده ونقول والله في، لا في كولينيارتي، لا ما فيش كولينيارتي، ازاي نعمل الكلام ده؟ عاده وزي ما هنشوف مثلا في الهيتروسكيداستيستي والاوتو كورليشن هيبقى في عندنا اختبارات احصائيه وبندور وحاجات زي كده، لكن في المالتي كولينيارتي لسوء الحظ ما فيش عندنا الكلام خلاص. يبقى عادة ما فيش تيست واضح للمالتي كلينياريتي خلاص، ولكن في حاجات علامات لما بتظهر قدامنا بنقول ان في مالتي كلينياريتي، بنقول ان في واضح ان في مشكله ارتباط خطي بين المتغيرات المستقله وبعضها. برجع تاني اكد، الارتباط الخطي ده غير تام خلاص، احنا مركزين على الحاله دي. طيب واحده من العلامات اتكلمنا فيها قبل كده اللي هي ايه؟ ان يكون عند حضرتك ار سكوير. يبقى اتفقنا قبل ما اكمل اهو العلامات، العلامات دول خمسه هو كتبتهم قدام حضرتك، او واحده من الخمسه دول، يعني مش لازم الخمسه يحصلوا، يعني هي اي واحده منهم لازم تديك يعني نوع من التحذير ان في عندك مشكله، او ان ممكن يكون عندك مشكله مالتي كلينياريتي خلاص. قبل ما اكمل على العلامات ده هي قلت لحضرتك افتكر ان مفيش يعني مفيش اختبار احصائي رسمي بشكل فورمال يعني نقدر نعتمد عليه، ولكن احنا بنعتمد على فكره الحدث وفكره الحاجات العلامات اللي انا بتكلم عليها ممكن تشوفها في الانحدار بتاعك. فاول واحده احنا اتكلمنا عليها في مثال الدخل والثروه وعلاقتهم بمستوى الانفاق الاكسبندتشر خلاص، ان بيبقى عندك قيمه عاليه الار سكوير ودي المفروض افرح بيها، ولكن في نفس الوقت بتلاقي يعني عدد قليل من العلاقات المعنويه في النموذج بتاعك خلاص، عدد قليل جدا بشكل ان هو فعلا يخليك تشك مش معقول الكلام ده خلاص، او انك ممكن مثلا والله تشوف الارتباط اصلا، انت ممكن تدخل في السوفت وير على فكره في ايفيوز واي اي برنامج احصائي ان شاء الله حتى الاس بي اس اس، اي برنامج احصائي ممكن يطلع لك معاملات الارتباط بين المتغيرات وبعضها، بين الاكسات وبعضها، فتلاقي معامل ارتباط عالي خلاص، او ان انت زي ما عملنا كده لو خدتك كده يعني في السلايد اللي فاتت دي لما عملنا الريجريشن الاخير دوت بتاع الويلث وحطينا الدخل على اليمين والويلث هو المتغير التابع، لقينا ان العلاقه معنويه، هو مش المفروض يبقى في ارتباط بينهم بين اي اكسات، طبعا هو في ارتباط بين الانكم والويلث او الدخل والثروه خلاص، ولكن مش المفروض يكون في ارتباط بين الاكسات وبعضها خلاص. فاللي حاصل هنا ايه؟ اللي حاصل ان انت لما عملت حاجه كده زي ريجريشن بيسموه اكزولر ريجريشن او يعني انحدار يعني اضافي كده انت عملته عشان تختبر بس تشوف الوضع شكله ايه، عشان فانت حطيت واحد من الاكسات بتاعك كانه هو المتغير التابع، وانت حاطط بقيه الاكسات الناحيه الثانيه هي المتغيرات المستقله، وتبص على الاف بتاعتك خلاص، لان الاف ستاتستيك بتقول لك ان الانحدار ده معنوي خلاص، ده معناه ان في مشكله، المفروض اصلا ما يبقاش في علاقات بينهم، المفروض ما يكونوش مرتبطين، فمعناها برضو ان دي علاقه او ان في مشكله مالتي كلينيارتي. يبقى كمان واحده تانية هي غير معاملات الارتباط، وغير ان احنا نبص على الار سكوير ونشوف المعاملات عندي اللي انا قدرتها مش سيجنيفيكانت معظمها ولا لا خلاص،
في عندي الحته بتاعت ان انا ممكن اعمل اكزولر ريجريشنز او انحدار اضافي، او اعمل نموذج كده على الجنب كده، اقول ابص على كل واحد من الريجريسورز، كل واحد من الاكس، واعمل ريجريشن بينها وبين الاكسات الباقيه، ولو لقيت الاف تيست بتاعها او الاف البي فاليو او البروبابيلتي فاليو بتاعت الاف معنويه، معناها ان في مشكله. خلاص، لان مش المفروض ان يكون في ارتباط بين الاكسات وبعضها. خلاص، الحاجة الثانية أو الحاجة الأخيرة اللي هبص عليها، اللي ممكن برضو تديني علامة من العلامات إن فيه مالتي كولينياريتي، هي إن أنت تلاقي قيمة لحاجة، قيمة عالية لحاجة اسمها الفاريانس انفليشن فاكتور. إيه موضوع الفاريانس انفليشن فاكتور ده؟ هنبص عليه كمان شوية لما أوري لحضرتك الفيوز بيحسبوا إزاي. خلاص؟ او اللو تولرانس فاكتور، هو هم يعني هم التولرانس فاكتور هو الانفرس، يعني واحد على الفاريانس انفليشن فاكتور. يعني فانت لو حسبت ده تقدر تجيب ده، يعني لو حسبت الفاريانس انفليشن فاكتور خلاص، لو قلت واحد عليه يبقى يديك التولرانس فاكتور. فانت انت كده كده يعني واحده من دول ممكن تبقى ساينس. ده مش اختبار، عشان بس ابقى واضح مع حضراتكم، ده مش اختبار في مالتي كلينيارتي، ولكن هي علامه من العلامات ان انت عندك مشكله مالتي كلينيارتي. خلاص، طيب، زي ما اتفقنا قبل كده ان ابسط او ان افضل حاجه ان احنا نتعلم بيها الكلمتريكس هو امثله. خلاص، فما تقلقش، احنا دلوقتي عايزين نبص على مثال. فالمثال اللي انا جايبه النهارده من الكتاب هو مثال عن دراسه حقيقيه حصلت. خلاص، الدراسه طبعا كانت عايزه، او كان يعني ده اسم الدراسه بتاع الراجل دوت يعني 1987، والارتكل او المقاله منشوره في ايكونومتريكا، ودي الصفحه بتاعتها وكده والعدد. طيب، الراجل ده كان مهتم بيعمل ايه بقى؟ قال لك عايز يشتغل ايه بقى؟ عدد ساعات، او ايه العوامل اللي بتاثر على عدد النساء المتزوجات. عايز يشوف عدد ساعات العمل اللي النساء المتزوجات بيشتغلوها. خلاص؟ فالراجل ده هوت قال لك ايه؟ قال لك طيب، محتاجين ان احنا نجمع شويه بيانات. فيعني البيانات طبعا ده تيبل 4.4 انا برفعها على بيازا، لسه ما رفعتهاش، ارفعها بعد المحاضره على طول. خلاص، عشان الناس برجع اكد تاني يا جماعه، الناس لازم تتدرب بايديها، الناس لازم تعمل الامثله دي بايديها، مش بس تتفرج عليها في السلايدز في المحاضرات. خلاص، لازم تعمل ده بايديك، لازم تشتغل على البيانات بايدك. المهم، طيب، فهو عنده كروس سيكشن داتا، يعني راح قعد يقابل الناس ويسالها مجموعه من الاسئله، الستات طبعا اللي هم المتزوجات. خلاص، والكلام ده يعني تجميع البنات حصل سنه 1975، وقابل 753 سيده متزوجه. خلاص، يبقى هو الراجل قابل 753 سيده متزوجه. خلاص، من بين السيدات المتزوجات دول كان فيه 325 سيده ما بيشتغلوش. هتلاقي في البيانات هتلاقي الساعات اللي بيشتغلوها صفر. فالساعات اللي بيشتغلوها صفر دول معناهم هم سيدات متزوجات ولكنهم لا يعملوا يعني. طيب، بعد كده يعني اذا بس انا عايزكم تركزوا معايا ليه بقى؟ لان هو عايز اخد من يعني اخلي حضرتك تاخدوا بالكم من نقطه، ان لازم تفهم الدراسه، يعني لازم تفهم طبيعه البيانات، لازم تفهم موضوع مشكله الدراسه بتاعتك، انت عايز تدرس ايه بالظبط، عشان تعرف ان كان في قصه المالتي كلينيارتي ولا انت اصلا. وحتى من غير مالتي كلينيارتي انت المفروض تبقى فاهم اي مثال، تبقى فاهم ايه طبيعه او الكونتكست بتاع او سياق الدراسه، عشان تبقى فاهم المثال ايه، يعني ممكن تستفيد من المثال ازاي، او ايه اللي تفهمه من المثال. طيب، عموما الراجل بدا يجمع بيانات عن عدد الساعات، ده الديبندنت فاريبل بتاعنا، ده المتغير التابع بتاعنا. جمع بقى بيانات عن ايه؟ عن عمر السيده دي بالسنين، عن التعليم بتاعها education years of schooling اللي هي عدد السنوات اللي قضيتها في التعليم، الاكسبيرينس عدد السنين اللي اشتغلتها قبل كده. طبعا كل دي مرتبطه مثلا دي بعدد الساعات اللي بتشتغلها. هو الراجل متخيل كده ان دي العوامل اللي بتحدد عدد الساعات اللي الناس بتشتغل او السيده المتزوجه بتشتغلها. تمام؟ طيب، جمع برضو بيانات عن العيله بتاعتها، دخل العيله بتاعتها الفاميلي انكم في السنه دي سنه 75. طيب، برضو جمع
بيانات عن الـ والدها كان بيتعلم ولا لا، عدد السنين اللي قضاها في التعليم. جمع بيانات عن والدتها كمان لو كانت متعلمة، او عدد السنين اللي قضيتها في التعليم. جمع بيانات عن الزوج، سن الزوج، هو متخيل كل العوامل دي اذا اللي بتأثر على عدد الساعات اللي ممكن سيدة تشتغلها، سيدة متزوجة هتشتغلها. برضو تعليم الزوج هتلاقي جمع بيانات. انا ليه بقى بقول لحضرتك دي الفاريبلز اللي هتلاقيها في الداتا سيت، خلاص، ودي اللي هنستخدمها دلوقتي في الريجريشن، عشان كده انا عايزك تبقى واخد بالك ايه هي الفاريبلز اللي احنا حاطينها، خلاص، لان مهم جدا تعرف منين المالتي كولينياريتي بتيجي يعني في الحاله دي. طيب بعد كده هو حط الساعات اللي الزوج بيشتغلها، حط الاجر الساعه بتاع الزوج، حط لو الست عندها، السيده دي عندها اطفال، عدد الاطفال اللي عمرهم بين 6 و18، 6 سنين و18 سنه، وحط فاريبل تاني برضو بيدي عدد الافراد، عدد الاطفال اللي تحت 6 سنين. يعني هو المفروض ان دي كلام كلها عوامل بتاثر في السيده المتزوجه هتقدر تشتغل كام ساعه. طيب وطبعا حط اجرها، الاجر اللي ممكن تشتغله لو اشتغلت في الساعه، وحط كمان الضرائب على اللي هتقابلها، يعني الضرائب كمان اللي هتدفعها، وحط معدل البطاله في المنطقه اللي هي عايشه فيها، خلاص. يبقى شوف حط حوالي 15 فاريبل، ماشي، عشان بس انا تقريبا عددهم 15 بري، خلاص، حط 15 متغير. هو شايف ان المتغيرات ده هي المفروض ان هي بتحدد عدد الساعات اللي السيده المتزوجه هتشتغلها، تمام. قبل ما نبدا بس ونجري على طول على البرنامج ونحط البيانات ونطلع ريزلتس، الراجل قال لك يعني المفروض، يعني او المنطق بيقول ان احنا المفروض نتوقع ان العلاقات ده هي ان العلاقه بين الاديوكيشن، بين تعليم السيده والخبره بتاعتها وتعليم باباها وتعليم مامتها المفروض تكون بوزيتيف، خلاص، يعني تكون علاقه موجبه، يعني كل ما زاد يعني تعليمها او خبرتها المفروض ان هي تشتغل ساعات اكثر، خلاص. ونيجاتيف، العلاقه تكون نيجاتيف مع عمرها مثلا، المفروض كل ما بتكبر مثلا ممكن تشتغل اقل، مثلا عمر الزوج، الساعات اللي الزوج بيشتغلها على انها هتقعد بقى مع العيال، لو الراجل بره طول النهار، لو الاجر بتاع الزوج، الراجل لو بيقبض ما شاء الله يعني ربنا يديله ويبارك، فطبيعي هي مش محتاجه ان تشتغل ساعات اكتر، هتشتغل ساعات اقل. طبعا الضريبه اللي هتدفعها لو الدوله يعني بتغرمها ضريبه كبيره وتطلع دم قلبها في الضرايب، فاذا بتقول لك اشتغل ليه وجع قلبي ليه. نفس الكلام الانمبلويمنت ريت او معدل البطاله في المنطقه اللي هي عايشه فيها، معناه ان مفيش وظائف اصلا، يعني حتى لو عايزه تشتغل مش هتلاقي. عدد الاطفال اللي عندها مثلا، اللي خصوصا اللي اقل من 6 سنين، كل دي المفروض كل ما بيزيدوا المفروض عدد الساعات اللي تقدر تشتغلها بتقل، فالعلاقه تكون نيجاتيف بين الاثنين دول. فدي الحاجه اللي احنا المفروض بنتوقعها قبل ما نبص على الريزلتس، خلاص. فاللي حصل هنا ايه، انا عملت الريجريشن بالبيانات اللي الراجل ده حطها، خلاص، وده كده شكل الريجريشن بتاعي. ما تتخم يعني، هو شكلها مبلغ يعني شكلها صغير قوي، فانا هاخد كده يعني ايه سكرين شوت كده من الريزلتس دي، الريزلتس كلها على بعضها في فيوز. فاللي انا هعمله دلوقتي في السلايد اللي جايه كلها واخد بس سكرين شوت، على مركز على اللي انا بتكلم عليه عشان حضرتك تقدر تتابع معايا. ولكن دي كل الفاريبلز ال 15 فاريبل على اليمين، والاورز اللي هي عدد الساعات اللي السيده المتزوجه بتشتغلها على الشمال كمتغير تابع، تمام. ودي الريزلتس كلها. فخلينا كده نبص على الريزلتس دي حته بحته بقى كده، ونبص عليها بالراحه كده عشان نفهم قصه المالتي كولينياريتي دي بتيجي منين. فمبدئيا كده اول حاجه هنا بصيت على الجزء الاولاني او الجزء اللي فوق من الريزلتس، هتلاقي ايه؟ هتلاقي الديبندنت فاريبل هي الاورز، هي الساعات، خلاص. طبعا الميثود ليست سكويرد، احنا اتفقنا احنا مش هنشتغل غير ليست سكويرد لغايه دلوقتي، لغايه لما نبقى بعد كده نخلص المرحله الاولى من الكتاب، بعد كده ممكن نبقى نبص على الطرق الثانيه. المهم فاحنا مبدئيا كده بنشتغل ليست سكويرز. طيب خد بالك بقى هنا ايه اللي حصل هنا، واخد بالك كده من السامبل، السامبل ايه؟ السامبل من 1 ل 753. انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك ان هي الراجل ده سال او جمع بيانات من 753 سيده متزوجه، لكن هل كلهم كانوا بيشتغلوا؟ لا، كان فيهم ناس ما بتشتغلش. فلو انت متابع الفيديوهات اللي انا بحطها على بيادزا، خلاص، هتعرف انا دلوقتي عملت قلت الابيوز يعمل ايه؟ انا قلت الابيوز
انت دلوقتي كتبت له اس ام بي ال يعني معناها سامبل اف ريتيرنز اكبر الاسيد اورز الساعات اللي هي بتشتغلها زي المثال اللي كانت عليه في الفيديو الساعات بتشتغل اكتر من صفر. ليه؟ انا عايز استبعد السيدات المتزوجات اللي ما بيشتغلوش خلاص، اللي الساعات بتاعتهم صفر، ساعات العمل بتاعتهم صفر، هم ما بيشتغلوش خلاص. فاللي حصل هنا ان فيوز بيوريك ان الانكلودد اوبزرفيشن العدد البيانات اللي استخدمها في الريجريشن اللي حضرتك شايف ان الريزلت بتاعته ده هي 428. يبقى اذا العينه بتاعتي اللي انا اشتغلت عليها الريزلت قدام حضرتك ده هي 428 سيده متزوجه وتعمل. اه خلاص، ليه انا بركز على الحته دي؟ عشان برضو اعرف حضرتك ان يا ريت نتفرج على الفيديوهات اللي بتحطها على بيازا. خلاص طيب، فهتعرف ازاي ان انا خليت يعني، لان انت لو عملت ريجريشن على طول لما تيجي مثلا يعني تجرب ده بعد المحاضره هتلاقي الريزلتس طالعه غير الريزلتس اللي هاني حطها في المحاضره، تقول هاني كان بيضحك عليه. انا ما بضحكش هاني، كل الحكايه بقول لك كده خد بالك ان انا ما اشتغلتش على البيانات كلها، انا اشتغلت على عينه اللي هي السيدات المتزوجات ويعمل خلاص وشغالين. يعني اذا عشان تعملها في فيوز، وده مش حاطه هنا في السلايدز عشان برضو تاخد بالك، وده انا عملت عليه فيديو كامل. الكوماند اللي هتستخدمه هو اسمه سامبل. سامبل دي فيوز بيفهمها اس ام تي ال خلاص، اختصار سامبل. وبتقول له اف اورز اكبر من صفر، اكبر من صفر لان انا عايز السيدات بس اللي بيشتغلوا، عايز الموديل بتاعي او عايز اللي جاي بعد كده يطبق على السب سامبل ده، هي السيدات بس اللي بيعملوا، السيدات اللي الساعات بتاعتهم صفر دي انا ما عملتش عليها استيميشن خلاص. انا فاتوره 428 خلاص. ده كده كانت الرساله من السناب شوت الاولانيه، من السكرين شوت الاولانيه اللي انا وريتها لحضرتك دي خلاص، انك تبقى عارف ايه الديبندنت فاريبل، ايه العينه اللي انا اشتغلت عليها وطلعت عليها الاستيميشن. طيب خلينا نبص بقى على ايه، على الكوفيشنت كده اللي طلعت. بغض النظر عن الاشارات يعني مثلا يمكن معظم الاشارات ممكن تكون الاشاره صحيحه زي ما احنا توقعنا، ويمكن حضرتك تقارن يعني كل واحده من ال 15 دول باللي احنا كنا متوقعينه قبل كده. ده مش اللي انا عايز اركز عليه دلوقتي، اللي انا عايز اركز عليه هي البروبابيلتي فاليو خلاص. ليه؟ لان معظم واضح ان معظم الكوفيشنت اللي طلعت مش معنويه خلاص. يعني بصيت مثلا على الايج، على العمر مش معنوي، الله الايديوكيشن مش معنوي، يعني كل ما الست مستواها في التعليم زاد او اتغير ما ياثرش في عدد الساعات اللي بتشتغلها، ده معنى كده خلاص ان العلاقه غير معنويه. لو بتيجي مثلا على الفادر ايديوكيشن هتلاقي مثلا البروبابيلتي 0.5، احنا اتفقنا ان هي عشان تبقى معنويه تكون اقل من 0.05، تكون اقل من 5% مثلا خلاص. فهتلاقي ان معظم الكوفيشنت اللي طالعه دهيت يعني مثلا كمان اهوت الهازبند ايديوكيشن 0.6، مش عارف ايه تاني كده، عدد الاطفال مش عارف قد كذا، اخر حاجه كده المذر ايديوكيشن مش معنوي، الله الانمبلويمنت مش معنوي خلاص. هتلاقي ان معظم الكوفيشنت اللي طالعه انا يمكن عديتهم 8 او 9 ما هماش معنويين خلاص. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان احنا نبدا نشك، لان مش يعني لو انا متوقع ان معظم العوامل دي المفروض ان هي يكون ليها تاثير معنوي على الديبندنت فاريبل، طيب ممكن نبدا نشك. بس هل ده دليل كافي؟ لسه يعني مش دليل كافي قوي، ولكن هنا بقى بتيجي حته الحدث وانك تبص على الفاريبلز والعلاقات والكلام ده، لان في خصوصا مع بالمناسبه الاكنومتريكس يعني في حاجات كتير كده، يعني في حاجات كتير بترجع لتقديرك الشخصي، وحتى في ناس كتير بتسال على بعض الحاجات اللي بقول له لا انت لازم تبقى فاهم الموضوع بتاعك ايه، عشان هو ده في النهايه هو ده اللي بيقول لك انت تستخدم ايه وتعمل ايه. بس مثلا في الموقف بتاعنا دلوقتي ممكن ساعات كتير يعني والله لما يكون عندي مثلا 8 ما هماش سيجنيفيكانت و7 او 8 سيجنيفيكانت والله او ممكن اتكلم واقول ان في علاقات واطلع ريزلتس واخلص. لا بس برضو لما تيجي تبص على طبيعه الفاريبلز دهيت، وزي ما هقول لك دلوقتي او هوريك دلوقتي ايه الفاريبلز اللي الواحد ممكن يكون شاكك ان في مالتي كولينيارتي او في كولينيارتي بينها وبين بعضها يعني. ولكن خلينا نتكلم على العلامه الاولانيه ان معظم الايه، معظم الكوفيشنت ما هماش سيجنيفيكانت. الار سكوير عاده احنا عارفين دي كروس سكشن ديتا، فانا مش متوقع ان هي تكون عاليه، ولكن
ممكن في التايم سيريز يبقى ليها معنى كبير، ولكن احنا اصلا كده كده عارفين ان في الكروس سيكشن الار سكور ما بيكونش عالي قوي. طيب خليني ابدا ابص على اللي انا قلت لك عليها اللي هي، طب احسب لها، ابص على الفارينس انفليشن فاكتور. خلاص هنا السلايد بتاعتي ديت انا قلت لك ان انت يعني واحده من الحاجات، لو رجعتك تاني كده معلش عشان بس افكرك من على العلامات، انت ممكن تعمل ريجريشن بين كل واحد من ال 15 يعني فاريبل او ريجريسور دول، وتعمل بينه ريجريشن وبين الفاريبل الثانيه، بس ده قصه طويله قوي ما حبيتش اضيع فيها المحاضره. يعني انت ممكن تقعد تلعب، يعني تقعد تران ريجريشن مثلا بين الفادر اديوكيشن وبقيه العوامل الثانيه، تشوف الريجريشن ده سيجنفيكنت ولا مش سيجنفيكنت، ده قصه ثانيه. ولكن واحده من الحاجات السهله اللي ممكن نعملها دلوقتي في المحاضره، وكمان فرصه ان انا اوري لحضرتك، لان الحته الثانيه دي سهله انك ممكن تعملها بايبيزو ريجريشن عادي خالص، وتبص على الاف ستاتستيك تشوفها هي سيجنفيكنت ولا لا. لكن الحاجه اللي كان يهمني اعرفك ان اتعامل ازاي على ايبيزو النهارده، هي انك تحسب الفارينس انفليشن فاكتور. خلاص فلو رجعت كده على الريزلتس اللي طلعت لي، اوري لحضرتك ازاي بيفيوز بيطلع الفارينس انفليشن فاكتور دوت. فهنا ده كده الريزلتس بتاعتي، ومن قائمه فيو لو حضرتك بصيت كده هتلاقي من قائمه فيو هتلاقي في حاجه اسمها كوفيشن دايجنوستكس، وجوه الكوفيشن دايجنوستكس هتلاقي الفارينس انفليشن فاكتورز. خلاص احنا اتفقنا ايه الفارينس انفليشن فاكتور؟ لما تبقى قيمته كبيره خلاص يبقى في عندي علامه من علامات المالتي كولينياريتي، علامه من علامات الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقله. خلاص طيب فده اللي حصل هنا. قلت والله طيب انا لما لقيت ان معظم الكوفيشنت اللي طالعه ما همش ما لهمش تاثير معنوي على عدد ساعات اللي السيده المزوجه هتشتغلها، قلت والله ايه خلينا نبص كده على الفارينس انفليشن فاكتور ونشوف هل في علامه ثانيه بتاكد لي ان في مالتي كولينياريتي ولا لا. احنا اتفقنا ان مفيش تيست، مفيش اختبار احصائي، احنا كل دي علامات بندور عليها كده عشان نشوف ونحلل نشوف هل احنا عندنا مالتي كولينياريتي ولا لا. فلما عملت الكلام طبعا لما بتضغط على فارينس انفليشن فاكتورز بيديك حاجه زي كده. خلاص الجدول ده لو انت بصيت على العمود الاخير عشان بس يعني اختصر لك او نلم لك الدور ده كله، احنا بنبص على اللي هي الفي في اي اف دي اللي هي الفارينس انفليشن فاكتور. خلاص الموضوع ده ليه تقدير، يعني مش تقدير يعني هو بشكل تقديري او بشكل اجتهادي عشان بس انت توصلك في الكلمه صح. اجتهادي يعني ايه؟ يعني مثلا الاخ جيجراتي بيقول لك لو الفي اي اف دوت او الفاينس انفليشن فاكتور اكتر من 10 يبقى في عندك مصيبه او مشكله المالتي كلينيال. في ناس ثانيه بتقول لك اكبر من 5 خلاص، يعني في ناس ثانيه بتاعت كيلومتركس تقول لك لا 5 معناه ان في مشكله. خلاص فيعني سواء 5 او 10 خلاص هتلاقي ان انا عندي كتير عندي فيهم 5 اهوت، يعني الاي جي فيه 5، مش عارف الفيميل الفاميلي انكم هتلاقي 5. خلاص انا ببص على العمود الاخير عشان الناس بس تركز معايا. خلاص هتلاقي فيه مثلا 1 2 3 5 اهوت، وفي واحد قبل الاخير 7. خلاص ده لوحده علامه ان انا عندي ان انا ممكن يكون عندي مالتي كلينيارتي. هل ده تيست؟ هل ده اختبار احصائي؟ لا، انا بشوف بعيد اكتر من ده، مش اختبار احصائي، ده مجرد ان انا بشوف في عندي اي علامه بتقول لي ان في مالتي كلينيارتي ولا او ارتباط خطي بين المتغيرات المستقله ولا لا. خلاص فاذا زي ما قلت لك كده، في ناس بتقول 5 وفي ناس بتقول 10. اذا يعني في كل الاحوال لو احنا قلنا من 5 ل 10 احنا عندنا واضح ان في علامه على وجود ان في مالتي كولينياريتي. طيب خلينا بقى نفكر بشكل في سياق شويه. يعني ايه سياق شويه؟ يعني ايه؟ خلاص يعني ممكن الموضوع مش يعني انا مش اقصد بيه هزار، بس انت لو فكرت فيها كده شويه، احنا حطينا تعليم الاب بتاع السيده دي وتعليم الام. طيب هو يعني مش في الغالب ان دول الاثنين في بينهم ارتباط؟ يعني ايه؟ يعني في الغالب الاب لو متعلم تعليم معين يعني الام كمان هتبقى متعلمه، يعني تعليم قريب من تعليمه يعني، او على الاقل يعني نفسه يعني خلاص، ما كانش اكتر منه او اقل منه بحاجه بسيطه يعني. خلاص فطبيعي ان الواحد ممكن يكون متوقع ان في اصلا، شوف انا بتكلم بقى في السياق، انا سبت خرجتك بقى من قصه الفارينس انفليشن فاكتور ومش عارف الار سكوير عاليه والكوفيشنت ما هو مش سيجنيفيكانت، بقول لك تعالى بقى نبص على الموضوع.
نبص على السياق، لان في حاجات كتير صدقني في المدرك هي بتشتغل كده. هو ده اللي هينفعك، انك تبص على الموضوع بتاعك، تبص هو فيه ايه بالظبط، العلاقات شكلها ايه ببعضها. فاحنا كده يعني عشان كده قلت لك انا ما اقصدش بالموضوع ده هزار، وان كان في نوع من الدعابه يعني، يعني هو حاجه بتتوقعها يعني. الواحد ان واحد مثلا متعلم مش هيتجوز واحده، او واحده مثلا متعلمه مثلا مش هتتجوز واحد مش متعلم، خلاص. اذا ارتباط مع يعني مع طبعا يعني سيبك من حواديت الافلام والناس اللي بتضحي عشان بعضها والكلام ده، هو في الغالب ان الام لو متعلمه هيبقى الاب متعلم، خلاص. الام معاها مش عارف مثلا بكالوريوس، الاب هيبقى معاها بكالوريوس، الام معاها ماجستير او دكتوراه، الاب في الغالب هيبقى معاها ماجستير او دكتوراه يعني بشكل كده يعني او اخر، خلاص. فدول مثلا تو فاريبلز هم متغيرين من اللي احنا حطيناهم على اليمين بين الاكسات. احنا واضح ان فيه بتاع ده هوت مالتي كولينياريتي، واضح ان فيه ارتباط بين الاثنين، خلاص. يبقى واحده من الحاجات اللي احنا قلنا ايه، واحده من الفاريبلز او احنا بنبص على السياق دلوقتي هي تعليم الاب وتعليم الام. دول من التو فاريبلز في الغالب بينهم ارتباط، خلاص. تعالى كده بقول لك، انا بديك امثله بقى عن الحاجات دي. الحاجه الثانيه مثلا، الله، طب ما هو عمر الزوج وعمر الزوجه في الغالب بينهم ارتباط، صح ولا لا؟ خلاص. يعني مثلا انا ما اعرفش بقى الفروق بين الزوج والزوجه ممكن تكون لغايه كام سنه، بس في الغالب الاثنين مرتبطين. يعني فكره سن الزوجه وسن الزوج، طبيعي ان التو فاريبلز دول هيكونوا مرتبطين. فدول حاجه من الحاجات اللي لازم ان احنا ناخدها في بالنا. الحاجه الثانيه كمان اللي هقولها لك ايه كمان، لو الاب متعلم والام متعلمه طبيعي ان السيده هتطلع متعلمه هي كمان. الله، طب في، شوف في ثلاثه، يعني الثلاثه دول في الغالب بينهم ارتباط، خلاص. يعني وان كنا يعني فكرنا فيها ان الراجل مش هيتجوز او الست مش هتتجوز واحد غير في مستوى تعليمها، خلاص، هنفكر برضو ان السيده او ان البنت، السيده دي لما كانت بنت صغيره، خلاص، طالما ان ابوها ومامتها متعلمين تعليم معين هيبقوا هم كمان بيحاولوا يعلموا بنتهم، خلاص. اذا لو يعني شوف في يعني في فاريبلز كتير على الناحيه اليمين، واضح ان في ارتباط بينها من غير حتى ما نبص في البيانات، من غير ما نبص في البيانات، مجرد ما بنفكر في الكونتكست، مجرد ما بنفكر في السياق بتاع القصه بتاع الدراسه دهيت، واضح ان في عندنا فاريبلز مرشحه بشكل كبير ان يكون في بينها وبين بعضها ارتباط. واحد مثلا ممكن يقول لك طيب انا فاهم ان السيده اللي عندها اطفال اقل من 6 سنين ممكن ده ياثر على مستوى الشغل بتاع الراجل اللي عندها، واحد عنده 18 سنه ده المفروض ياثر على شغلها ازاي، ما تبقى. المهم يعني اللي انا عايز اقوله دلوقتي هي فكره ان انا ساعات كتير في المواقف اللي بيبقى فيها حاجه زي المالتي كلينياريتي كده، مفيش فيها تيست اصلا يقول لي ايه الموضوع، خلاص، ببقى في الغالب بفكر بشكل فيه نوع من الحدث ونوع من الـ 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 السياق والموضوع اللي انا بدرسه، الموضوع اللي انا ببص عليه. عموما عشان ما اطولش على حضراتكم في القصه دهيت، ولكن دلوقتي احنا دلوقتي عندنا علامات كتير في الدراسه دهيت بتقول والله في الغالب احنا عندنا مشكله مالتي كولينياريتي، خلاص. طيب يبقى احنا النهارده لغايه دلوقتي اتعلمنا او اتكلمنا ايه هي المالتي كولينياريتي، معناها ايه، معنى ايه ارتباط خطي بين المتغيرات المستقله وبعضها، وفرقنا بين الارتباط الخطي التام والارتباط الخطي غير التام، وقلنا ازاي نكشف عن او ازاي ان هو نشوف العلامات اللي بتقول لي ان في ارتباط. طيب في المثال اللي قدامنا وصلنا احساس كبير ان في ارتباط، مع ان احنا قلنا ان مفيش تيست، مفيش احصاء بتقول لي الكلام ده، لكن كل العلامات اللي ظاهره لغايه الان بما فيها الفارينس انفليشن فاكتور ومعظم الكوفيشن مش سيجنيفيكانت، وكمان السياق بتاع الدراسه بيقول ان في ارتباط، في ارتباط خطي بين المتغير المستقل. السؤال هنا بقى، السؤال المفروض اللي يجي على بالك بقى، ازاي اعالج المشكله بقى؟ ما انا خلاص عرفت ان انا والله قلبي يعني دليلي وقال لي ان في مشكله، خلاص. المشكله دي اتعامل معاها ازاي؟ اتعامل معها. انا عندي دلوقتي ارتباط خطي بين المتغيرات المستقله وبعضها.
للاسف يعني احنا ما عندناش حاجات كتير نعملها في الموقف ده، هو اكتر من ان احنا نوقع او ندروب زي ما عملنا كده في مثال الويلث او الثروه والدخل وعلاقتهم بمستوى الانفاق. في الغالب ان احنا هنوقع واحد من الفاريبل او الفاريبلز اللي احنا شاكين فيها. يعني انا بقول لك ايه اسهل حاجه، هو ده يعني ابسط طريقه انك تتعامل مع مشكله المالتي كلينياريتي. عشان ناس كتير كانت بتيجي تسالني في الموضوع ده ومش مقتنع، هو مقتنع ان ممكن في طريقه تانيه تتعامل. ماشي ماشي مفيش مشكله، ممكن مثلا والله لو انت جمعت داتا مختلفه او انت زودت العينه بتاعتك، ممكن ده فعلا يحل لك المشكله، لان في الغالب ممكن يكون، بس مش في معظم الاحيان مش هيحلها، يعني ممكن في بعض الاحيان يحلها بس. ولكن انا دلوقتي عندي الثروه والدخل، في الغالب يعني مهما جمعت من بيانات ومهما غيرت عينه ومهما عملت، هو طبيعي ان الثروه والدخل مرتبطين. حطيتهم على الناحيه اليمين طلعوا لك ان ما لهمش تاثير معنوي على الانفاق، وطبعا عن كلام غير صحيح. خلاص، اذا يبقى انسب حل هو ان احنا هنوقع الفاريبلز او الفاريبل اللي احنا شاكين فيه. خلاص، بس خد بالك الحته دي خطيره جدا، خطيره جدا. ليه؟ لان احنا لما هنيجي نبص على السبيسيفيكيشن بايز، محاضره بنتكلم فيها على السبيسيفيكيشن، هيبقى عندنا مشكله اللي هي الاوميتنج ريليفنت فاريبلز، او انك يبقى في عندك متغير مهم للدراسه بتاعتك وتوقعه خلاص او تشيله. ده ساعتها ممكن تاثيره هيروح فين؟ تاثيره هيروح في الايرور تيرم، صح؟ مش ده، مش الايرور تيرم بيلم تاثير المتغيرات المهم اللي بتاثر على الواي، وده صح دي من الفاريبل، لكنها مش في النموذج ده، هيعمل لي مشكله. خلاص، فاذا لما انا بقى اقول لك ان احنا الطريقه السهله ان انا بوقع الفاريبل ده، لازم ابقى عارف ان الفاريبل ده في ورا عشان كده كنت بقول لك انا مركز قوي على انك تبص على السياق بتاع الدراسه بتاعتك، لان هو ده اللي هيحدد لك ان كنت هتوقع الفاريبل ده هتشيله ولا مش هتشيله. خلاص، او اي فاريبل تشيله واي فاريبل تسيبه، واي فاريبل بينهم وبين بعض ارتباط، واي فاريبل ما فيش بينهم بعض ارتباط، وهكذا. فدي ابسط طريقه، زي ما قلت انك هتضطر انك تشيل بعض الفاريبلز اللي انت حاسس، بس ان انت حاسس ان هم مسببين المشكله، بس في نفس الوقت اوعى تشيل فاريبل وهو مهم. يعني لو احنا وقعنا في مشكله ان في فاريبل حاسس ان هو عامل مشكله ولكن وطلع مش سيجنيفيكانت، خلاص، ولكن النظريه وكل الليتريتشر بتقول ان الفاريبل ده مهم وطلع، خلاص سيبه في الريجريشن بتاعك. خلاص، ليه؟ لان التكلفه بتاعت ان انا اوقعه هو كان فاريبل مهم للديبندنت فاريبل او المتغير التابع بتاعي، تكلفته اعلى بكتير من اللي هو من ان هو يطلع مش سيجنيفيكانت، مش معنوي. ليه؟ لان ساعتها هيخلي تقدير المعلومات الثانيه اللي طلعت تقدير متحيز، لو حصل انا شلته، خلاص، لان تاثيره راح في الايرور، ودي زي ما قلت هنتكلم فيها محاضره كامله بعد كده. خلاص، طيب، عموما يبقى دلوقتي نتفق على ان انا ممكن اوقع الفاريبل اللي انا مش اللي انا شاكك ان هو عامل مشكله، طالما ان انا عارف ان هو مش مهم جدا للنموذج وان هو مش هيسبب لي مشكله لما بشيله. خلاص، دي حاجه. الحاجه الثانيه، في حاجه اسمها البرنسبل كومبوننت اناليسيز، ودي انا مش هشرحها لسبب بسيط جدا. السبب هو انك حتى لما بتعملها، انا هقول لك هي بتعمل ايه، بس مش هنشرحها، يعني مش هندي عليها مثال. طبعا في مثال في الكتاب لو انت يعني مهتم قوي بالقصه وعايز تعرف ايه فكره البرنسبل كومبوننت اناليسز. هي الفكره كلها ان بيخلق متغيرات، يعني بيعمل لك بيجمع لك ال 15 فاريبلز دول في حاجه اسمها كومبوننتس او يعني مكونات، المفروض ان دول بيفسروا الديبندنت فاريبل بتاعك. خلاص، بس بيحاول ان هو يجمعهم بطريقه ما يكونوش مرتبطين ببعض، خلاص، يعني بيفك فكره الارتباط بينهم. خلاص، فبيخلق متغيرات جديده انت ما تعرفش اصلا تفسرها، وهي دي المشكله الاساسيه بتاعت البرنسبل كومبوننت اناليسيس، انك بتعمل ريجريشن بمتغيرات جديده انت مش عارف هي اتعملت ازاي، مش عارف هي بتقول ايه اصلا، معناها ايه. خلاص، وفي النهايه بيطلع لك ريجريشن من غير مالتي كلينياريتي، بس في النهايه لما هتيجي تفسر، هو انا اصلا كنت بدرس الدخل او كنت بدرس الاكسبيرينس بتاع الحاجه دي ولا بتاع الست اللي كانت متجوزه وبتشتغل دي؟ طيب، وفي النهايه، طب وبعدين؟ ده ما انا عايز افسر الجديد ده، الفاريبل الجديد، الكوفيشن الجديد ده طلع لي ده بتاع مين؟ ما اناش عارف. خلاص، فاذا دي مشكله من المشكلات، عشان كده بنقول الانتربريتيشن بتاع الكوفيشن مش ستريت فورورد، وعشان كده يمكن انا قلت يعني طالما ان احنا مش هنستفيد منها او في الغالب مش هنستخدمها، فبالتالي ما حبيتش ان احنا نضيع فيها وقت
لكن انت لو مهتم في مثال في الكتاب محلول وممكن تبص عليه، ممكن يديك فكره عن البرنسبل كومبوننت اناليسيس. ولكن اللي احنا هنتفق عليه من هنا وجاي، انت عندك مالتي كولينياريتي، ممكن توقع الفاريبل اللي عامل مشكله لو الفاريبل ده مش مهم للنموذج. طب باختصار شديد جدا، ففي المثال اللي احنا عملناه ده، هنرجع تاني للقصه بتاعت السيده المتزوجه اللي بتعمل ده، او ايه العوامل اللي بتخلي او اللي بتفسر لنا عدد الساعات اللي السيده المتزوجه هتشتغلها. هتلاقي ان هنا وقعنا بعض الفاريبلز، شلنا بعض الفاريبلز، هتلاقي يعني هتلاقي هنا الكوفيشنت او معظم الكوفيشنت اللي احنا قدرناها معظمها تحول لبقى معنوي. خلاص تحول لبقى معنوي، هتلاقي كله بقى اقل من مثلا ايه 5% او 10%. يعني مثلا قلت 10% هتلاقي كلهم تقريبا ما عدا الاخير ما عدا انبلمنت اقل من 10%. لو هتاخد 5% هتلاقيهم كلهم ما عدا مثلا الاديوكيشن، هتلاقيه اقل من 10%، مش من 5%. هو الشاهد هنا في الموضوع مش يعني مش لازم ان انا انك تشيل نفس الفاريبلز، انت ممكن تقعد تجرب وتشوف مين الفاريبلز اللي كانت مسببه مشكله اكبر، ومين الفاريبلز اللي لما تشيلها ما تسببلكش مشاكل اكتر. خلاص فالشاهد هنا في المثال ده هو، لان ده كده انا تقريبا بنهي المحاضره يعني، او ده اخر حاجه كنت هتكلم فيها، فكره انك ازاي تعالج المالتي كلينياريتي، هي ان انت بتوقع الفاريبل اللي عامل مشكله طالما ان الفاريبل ده مش مهم للنموذج. خلاص يبقى دلوقتي كده لو بصينا ورا كده شويه هنلاقي ايه هي المالتي كلينياريتي. يا جماعه قلنا المالتي كلينياريتي ان في علاقه خطيه او ارتباط خطي بين المتغيرات المستقله وبعضها. خلاص المشكله ده هي عندي نوعين، الارتباط التام والارتباط غير التام. والارتباط التام ده ملوش حل وملوش اصلا، مش هيطلع الاولس مش نافع معاه اساسا، فما اتكلمناش عليه ونادر الحدوث في الوقت يعني، فبالتالي ما اتكلمناش فيه. خلاص قلنا بس المثال عليه بتاع الدامي فاريبل تراب، مصيرة المتغيرات الدامي فاريبل او المتغيرات السوريه او الوهميه. قلنا انك لما بتحط عدد الفاريبلز الداميز قد عدد الجروبس اللي عندك بلس بالاضافه للانترسيت، بتقع في مشكله البيرفكت مالتي كلينيار. فدي قصه خلاص عديناها. احنا قلنا معظم المحاضره من بعدها كنا بنتكلم على الارتباط الخطي غير التام بين المتغيرات المستقله وبعضها. فيبقى في ارتباط بس مش تام بين المتغيرات وبعضها، ارتباط بقى ممكن تكون درجته عاليه درجته اقل، ولكن في ارتباط. في الحاله دهيت الاو ال اس بتطلع ريزلت، والريزلت بتكون بلو، يعني الاستيميشن بيكون بيست لينير امبايز استيميتور زي ما هو، مفيش مشكله. ولكن المشكله ان معظم الكوفيشن بتطلع مش سيجنيفيكانت، بتطلع مش معنويه، وهو ده اللي ممكن يخليني عن طريق الخطا استنتج ان مفيش علاقات معنويه، ولكن هو في الحقيقه العلاقات معنويه، ولكن انا شفتها مش معنويه او طلعت لي مش معنويه عشان ان في ارتباط بين المتغيرات المستقله وبعضها. خلاص وضربنا مثال واضح جدا من الدخل والثروه وتاثيرهم على مستوى الانفاق. يعني انت لو سالت اي حد ما درسش اقتصاد في حياته وقلت له الدخل بيأثر على مستوى الانفاق هيقول لك طبعا. قول له الثروه بتأثر على مستوى الانفاق طبعا. قول له انا راجل بتاع اقتصاد وعملتهم في نموذج وطلعته فيوز وحاجات مكلكعه كده وطلعتها مش معنويه، هيقول لك يا عم انا ما بشتريش الكلام ده، مش هيشتريه منك. صح؟ لان انت واخد المفروض تاخد بقى ان هو الدخل بيأثر في الانفاق، الثروه بتأثر في بيتأثر في الانفاق، بس لما حطيناهم الاثنين في نفس المعادله خلاص عشان بينهم ارتباط طلع لي ان ما بيأثروش، طلع لي ان التأثير بتاعهم مش معنوي. طبعا عشان كده انا بقول لك اهو ارجع للسياق اللي انت بتدرسه. يمكن احنا بدأنا بأول مشكله هي المالتي كلينياريتي، يعني ما فيش فيها اختبارات احصائيه واضحه تقول لنا في مشكله لا، فعشان كده دايما عمال اقول ارجع للسياق، ارجع للموضوع اللي انت بتدرسه، افهم الفاريبلز الناحيه اليمين، افهم الفاريبل اللي على الشمال، افهم العلاقات شكلها ايه، بص على الثيرس، بص على الدراسات اللي قبل كده بصت على مين. خلاص ده كتير بيريحك كتير وبيخليك تقرب من الموضوع وبتفهم القصه ماشيه ازاي. طيب بعد كده بصينا على المثال بتاع السيده اللي بتعمل او السيدات اللي بتعمل دراسه اللي عايزه تشوف ايه العوامل اللي بتاثر على عدد ساعات العمل اللي سيده متزوجه هتشتغلها. حط 15 فاريبل ما شاء الله، لقينا كل او معظم الفاريبل دي او معظم الكوبليشن اللي طلعت ما هياش معنويه. خلاص فاحنا حسينا كده يعني شكينا ان فيه نوع من المالتي كلينياريتي، بصينا على الفاريانس انفليشن فاكتور ولقينا ان في ارقام اكبر من 5 كتير، وفي رقم قريب من 7، واحنا قلنا بين 5 و10 ممكن يكون في مشاكل. طيب بعد كده قلنا والله تعالى نبص على السياق، لقينا ان طبيعي ان لو السيده متعلمه، الام السيده لو امها
متعلمة، طبيعي ان باباها هيكون متعلم، والدها هيكون متعلم، خلاص. لو يعني طبيعي التو فاريبلز دول هيكون في بينهم ارتباط، عمر الزوجة وعمر الزوج طبيعي ان في بينهم ارتباط. الاديوكيشن بتاع السيدة، التعليم بتاع السيدة وتعليم والدها ومامتها طبيعي في بينهم ارتباط. فلقينا عندنا لما بصينا في السياق والموضوع لقينا كتير من الفاريبلز مرشحين يعني بشكل كبير ان يكون في بينهم ارتباط بينهم وبين بعض، وده يفسر لي ليه معظم الكوبيشن اللي احنا عملناها استيميشن ما كانتش ما طلعتش معنويه. فعملنا ايه بقى؟ فعملنا ان بصينا على وقعنا او شلنا او قلنا الحل ان احنا في الغالب بنشيل المتغيرات اللي احنا حاسين هي عامله مشكله بس، وبحط كم تحت كلمه بس دي يعني خطين كبار جدا، ما يكونوش انت ما يكونوش من الاهميه بمكان ان هم يوقعوني في مشكله الاوميتد فاريبل بايز، او اللي هي اللي هنتكلم عليها بعد كده. المشكله ان انت لما بتشيل متغير يعني مهم في تفسير سلوك المتغير التابع، تاثيره بيروح في الايرور تيرم، تاثيره بيروح في حد الخطا، خلاص. وده بيعمل لي مشكله، بيخلي الاستيميشن بتاعي يطلع بايظ، ودي حاجه احنا مش عايزينها تحصل، خلاص. بيطلع تقدير متحيز، واحنا مش عايزين التقدير المتحيز، لان احنا اتفقنا قبل كده ان التقدير بيكون بيست لينير ان بايظ، احنا عايزينه مش متحيز. فلما نشيل الفاريبل ده ويطلع مهم وقعنا في مشكله ان احنا يبقى عندنا استيميشن متحيز، دي مشكله تانيه، خلاص. طيب وجربنا كده في المثال بتاعنا، ولقينا ان معظم لما وقعنا الفاريبلز اللي كنا شاكين ان هي تكون مسببه المشكله بتاعت الكلينياريتي دهيت، لقينا ان معظم الكوفيشنت بقدره قادره هي اتحولت لعلاقات معنويه، خلاص كده. طيب ده يعني ده كده بشكل كبير كل حاجه، او معظم الحاجات اللي كنا عايزين نتكلم عليها النهارده، تقريبا كل حاجه. انا دلوقتي هبص على الاسئله بتاعت حضراتكم ونحاول نجاوب على الاسئله. هل ممكن نعيد عرض الايفيوز؟ عرض الايفيوز في اي جزء بالظبط؟ يعني اي حته العرض الايفيوز اللي محتاجين نعيده يا جماعه، بلاش الناس تسال على العام عشان خاطر الناس تبقى متابعه الاسئله اللي انا بسالها، الاسئله اللي انا بحاول اجاوب عليها. ما تسالش على الخاصه اصلا بتاعه الفاريانس انفليشن فاكتورز. طيب لما نرجع على الفاريانس انفليشن بتاعه التقدير نفسها، ولا بتاعه طريقه التقدير؟ ان انا بروح لقائمه فيو، من قائمه فيو هتلاقي فيه كوفيشنت دايجنوستكس، ومن طبعا بعد ما بتعمل الاستيميشن، يعني ده بعد ما عملنا الاستيميشن بتاع الموديل ده، خلاص. ده الاستيميشن اهو، بعد ما طلعنا الاستيميشن بصينا على رحنا على قائمه فيو، خلاص. ومن قائمه فيو في كوفيشن دايجنوستكس، وتحت القائمه دهيت في فاريانس انفليشن فاكتورز. لما بتعمل كده قلت لك تبص على بيطلع لك الجدول ده، قلت لك تبص على العمود الاخير دوت اللي هو مكتوب عليه سنترد في اي اف، وتبص على القيم وتشوف. يعني قلت دي حاجه دي تحكميه، يعني في ناس كتير يعني مش متفقين على معيار محدد. فجوجيرالي نفسه قال من يعني 10، في ناس تانية بالظبط، في ناس تانية بتقول من 5، فبالتالي من 5 ل 10 معناها ان في برضه زي يعني بحب اكد ان ده مش اختبار يا جماعه، ده مجرد يعني واحده من العلامات اللي ممكن انت كان ممكن تعمل حاجه، العلامات اللي تقول لك ان في مالتيبلز، انت كان ممكن تعمل حاجه تانية اصلا لو انت يعني ممكن لو كان عندنا عدد الريجريسورز اقل من كده كنا ممكن عملناها، انك بتعمل ريجريشن اضافي بين كل واحده من المتغيرات المستقله وبقيه المتغيرات. يعني لو عندي مثلا 6 متغيرات مستقله، اختار منهم متغير واحد واعمله كديبندنت، واحط بقيه المتغيرات المستقله خلاص على اليمين كمتغيرات مستقله، خلاص، واشوف هل العلاقه دي معنويه ولا مش معنويه. لو طلعت معنويه معنى ان في ارتباط، خلاص، وهكذا. المفروض ان انا ما يطلعش فيه علاقات بين الاكسات وبعضها، تمام، او ما يطلعش فيه ارتباط بين الاكسات وبعضها. فدي مثلا كانت طريقه برضه مصفوفة الارتباط، الناس اللي بتبعت لي مصفوفة الارتباط، انك بتشوف المعاملات الارتباط، دي كانت طريقة تانية، انك تشوف معاملات الارتباط بين الريجريسورز وبعضها، او المتغيرات المستقلة وبعضها، ده برضه يديك، ما هو مش بدل من الـ VIF، هي كل دي علامات، يعني انا
انت ممكن تعمل دي وتعمل دي، ممكن تبص على دي وممكن تبص على دي، بس في النهايه برضو احنا ركننا على السياق، بصينا على الفاريبلز اللي قدامنا خلاص. فاي واحده من دول كفيله ان هي تديك ساين، ان هي تديك علامه ان في مالتيبل لينيارتي خلاص. ولكن بما ان احنا ما عندناش يعني اختبار احصائي الناس كلها متفقه عليه خلاص عشان يكشف لي عن المالتيبل لينيارتي، ممكن ابص على اكثر من علامه، ممكن ابص على الفي اي اس، ممكن ابص على مصفوفه الارتباط بين او معاملات الارتباط بين المتغيرات المستقله وبعضها، ممكن اعمل ريجريشن اضافي زي ما انا شرحت كده الاكزولي ريجريشن، انك تاخد كل واحد من المتغيرات المستقله وتعمل بينه وبين المتغيرات الباقيه المستقله الباقيه ريجريشن، وتشوف الاف ستاتستيك سيجنيفيكانت معنويه ولا لا. احنا حابين هي تكون ما تكونش معنويه عشان خاطر ده معناه ان ما فيش ارتباط، ولو طلعت معنويه معناه ان في مشكله في ارتباط وده يسبب لي مالتي كولينياليتي. طيب هل في أسئلة تانية يا جماعة يعني؟ طيب تركني شو اختبار فينا اعتمد على مصفوفة الارتباط. طيب ما هو هي دي الفكرة كلها، انك بتبص على ارتباط ال رأيت من ضروري حذف المتغير. هو الاولاني، بالنسبة للاولاني هو فكرة ارتباط، يعني انت بتبص على ارتباط بين المتغيرات المستقلة وبعضها خلاص. الحاجة الثانية هي ان كان بعد بطرق العلاج هي الفرق الاول الفيرست ديفرنس، يعني لو انت عملت اي ترانسفورميشن، لو انت عملت اي ترانسفورميشن للديتا وطلعت وحلت مشكله ارتباط خلاص ما فيش مشكله. يعني هو في النهايه في الاول في الاخر المفروض ان يكون ان لما بعمل ترانسفورميشن معين يكون ليه معنى. يعني مثلا باخد الفيرست ديفرنس خلاص، لما انا يعني في الكروس سيكشن مثلا مش هعرف اخد الفيرست ديفرنس، مش هعرف اخد الفرق الاول خلاص. كروس سيكشن دي معناها ما عنديش تايم اصلا عشان اخد الفيرست ديفرنس خلاص. ممكن في التايم سيريس مثلا، يعني ممكن في التايم سيريس اخد الفيرست ديفرنس، بس في النهايه في الاول في الاخر زي ما بقول كده هي لازم الترانسفورميشن او التحويل اللي بعمله للبيانات بتاعتي خلاص يكون ليه معنى. يعني في النهايه ان انا لما باخد الفيرست ديفرنس ابقى عارف اللي طلع لي ده ايه. في النهايه انا عايز قادر يعني الفاريبل اللي طلع لي ده بقى هو بقى القيمه في الفيرست ديفرنس او الفرق الاول خلاص. مثلا زي ما بقول في الـ في الـ في الـ في الكروس سيكشنال ما اعرفش، يعني اخدت الفيرست ديفرنس ده مش هيديني حاجه، لان هو الفيرست ديفرنس معناها ان قيمه السنه دي او التايم بيريد اللي احنا فيها من التايم بيريد اللي قبلها خلاص. فاحنا ما عندناش تايم اصلا في الكروس سيكشن ديتا في المثال بتاعنا ده. يعني اللي هيحكمني في الاول وفي الاخير اي حاجه تحل المشكله انا احنا معاكم يعني. طيب متغير، لو المتغير مهم اتصرف ازاي لو ما قدرتش اشيله من النموذج؟ هتكتب النتيجه عادي خلاص. يعني هو لو المتغير خلاص مهم، ولكن زي ما اتفقنا ان هو مهم، ولو شلته هاخد مخاطره كبيره بان انا يبقى عندي نوع من السبيسيفيكيشن بايز. ففي الحاله دي هنسيب المتغير ونقول والله هنعمل ريبورت ان هو مش معنوي. هو على فكره لو انت كمان عندك، لو انت عندك الرفاهيه بتاعه انك تزود تكبر الداتا سيت، ممكن كمان تحل لك المشكله لو كان خصوصا في التايم سيريس بالمناسبه، مش يمكن مش في يمكن مش في مش في الكروس سيكشن قوي، يمكن في التايم سيريس ده مثلا، لانك لما بتكبر الداتا سيت ممكن كان في ارتباط بين تو فاريبلز مثلا في فتره معينه، ولكن لما مثلا لما كان عندك داتا صغيره 20 سنه مثلا، لما بقى عندك داتا مثلا 200 سنه او 200 ربع سنه مثلا او 100 ربع سنه مثلا، يعني مع وات ايفر يعني ازاي ممكن القصه تتحل يعني. ممكن فكره الحدث في انك تحذف بعض المتغيرات، لكن ممكن تعمل كده لو انت عندك مشكله ان واضح ان المالتيبل لينيارتي عم مسببه مشكله وان الكوفيشنت مش معظمها او كلها مش معنى. يعني ايه هاي بارشال كوفيشن؟ هو طيب خليني بس ابدا واحده واحده بس عشان ارجع للنقطه دهيت فكره هي كورليشن بالمناسبه. يعني انا قلت على حاجتين اللي هو البير وايز كورليشن، ده الكورليشن اللي احنا نعرفه، والبارشال كوفيشنت هو معناه هو كورليشن برضه، ولكن كورليشن بيعمل ايه؟ هو انا اسف يمكن ما كتبتهاش صح، هو كورليشن بس هو كورليشن معناها ايه؟ معناها ان انت بتاخد الكورليشن بين تو فاريبلز خلاص، مع اخذك في الاعتبار ان الفاريبل الثاني او الفاريبل الثالث ده ما يتغيرش. يعني ممكن يكون الارتباط بين اكس 1 واكس 2 مثلا 80%،
ولكن ده مش صحيح، لانك لو عملت كنترول، لو انت ثبتت متغير ثالث اكس 3 كان بيأثر على الاثنين، يقوم الارتباط ده يقل مثلا، يوصل بدل ما كان 80 مثلا يوصل 3 من 10، يوصل 30% وهكذا. فده فكره ال partial correlation coefficients. وهو في النهايه هو correlation، يعني هو في النهايه هو ارتباط. ممكن اضافه دامي، مش يعني ممكن نجرب، بس هنضيف ضمي هنعرفه ازاي مثلا في المثال بتاعنا. لو عندك فكره ممكن اقول ازاي ممكن نعالج بيه ال يعني عالج مالتيبل لينيرز من غير ضمي ازاي. طيب يعني لو عندك في دماغك مثلا طريقه او مثال على المثال اللي احنا درسناه النهارده، ايه الضمي اللي انا هضيفه؟ طيب التايم سيريس ولا البانل ديتا، عدد الشركات ولا لازم عدد السنين؟ لا، هو في الغالب لما بتكلم على ال النوع ده من الحل، يعني ان في الغالب انك تزود السنين، يعني تاخد ده كانت اطول شويه. لا، ما هو سؤال، انا مش ما عنديش، ما اقدرش يعني، ما عنديش اجابه ليه بصراحه. يعني هو انا سالتيني احط دامي فاريبل هيحل لي المشكله دي؟ انا بفكر ازاي انا لو حطيت دامي فاريبل، هل مثلا لو انا حطيت دامي فاريبل ممكن يقول ان الام كانت متعلمه او مش متعلمه خالص؟ ممكن، بدل مثلا، يبقى بدل ما ندرس الام مثلا كانت بعدد السنين، طريقه مثلا دراسه، ما اعرفش، او السيده متعلمه او مش متعلمه، ممكن نجرب ونشوف هل ده يحل لنا المشكله ولا لا. لان في النهايه يعني لازم نجربها، على كل حالة هيكون ليها وضعها. يعني بالظبط، ممكن لو ليه، لو المتغير الوهمي او المتغير الوصفي السوري ده ليه معنى وبيساهم في فك الارتباط ده او فك الحالة بتاعت الارتباط دي، ليه لا؟ ليه لا؟ يعني ما فيش مشكلة بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها في المحاضرة اللي فاتت، ونفسره بنفس الطريقه ويكون حللنا المشكله، ليه لا؟ بس ده حاجه لازم نجربها، يعني من غير ما نجربها ما اتوقعش ان هي، يعني انا مثلا فكرت مثلا يعني في المثال اللي احنا خدناه ده، ممكن مثلا بدل ما تكون السيده بنقول ان هي عندها عدد اطفال اقل مثلا من 6 سنين، ممكن نقول والله ده فاريبل، هي عندها عدد اطفال، عندها طفل اقل من 6 سنين ولا لا؟ مثلا يعني صفر وواحد. البارشال كورليشن ازاي ممكن نعمله على ديوز؟ طيب دي انا ممكن اشوف بتتعمل ازاي، انا بصراحه ما عملتهاش على ديوز، فممكن اشوف ديوز بيعملها ولا لا اصلا، ولو بيعملها بتتعمل ازاي يعني. بس هو في الغالب الحاجات دي كلها بتطلع من الديسكربتيف ستاتستيك بتاعت ديوز، يعني ممكن يطلع الحاجات دي الكورليشن كوفيشنت كلها. ويعني ممكن انا بس افتح ايبيز قدامي دلوقتي برضو، لان ساعات كتير مثلا الواحد ما بيعرف، يعني ما بياخدش باله حاجه الا اذا حط ايده في الايبيز يعني. فلو بصينا على، مش عارف، ممكن لو انا فتحت لينك جروب مثلا، انا بس بحاول ابص على ايبيز دلوقتي واقول لو لقيت بطريقه سريعه ممكن ازاي يعملها ديسكريبتيف ومش عارف. طيب في كروس كورليشن، طب خليني ابص على دي لو اشوف ممكن يكون بيعملها ازاي عشان ما اضيعش وقت بقيه الناس يعني. ممكن ابص عليها بيعملها ازاي. طيب عدى مني اسئله كتير لما بصيت على فيوز. طيب ليلى بتقول بيعملها، طيب خلاص ما فيش مشكله، ما انا ممكن. طب كويس، هذه مخرجات البرنامج، في حد عملها يعني. طيب في حد حط ريزلت قدامي، انا مش عارف دي ريزلت بتاعت ايه. طيب هحطها على برايفت يعني. There is difference between finding the regression between the two independent variables and finding the significance of correlation coefficient between them. Is it possible to have contradicting results from the two methods or should we expect لا، المفروض يكون يعني الاثنين نفس الحاجه يعني. يعني لو لقيت في ارتباط في الغالب هتلاقي ان العلاقه معنويه. تمام، في حد حط مخرجات البرنامج بين الارتباط الذاتي. طيب عموما يعني اصلا يعني انا ممكن نعمل يعني بعض الفيديوهات اللي ممكن تشرح حاجات زي كده،
حته الارتباط ازاي تحصل معامل الارتباط بين اكثر من فاريبلز او اللي هي الكريستالز يعني كطريقه ان احنا نكشف عن او نشوف ان في مالتي كلينيارتي ولا. احنا اتفقنا ان ده مش اختبار، ده مجرد طريقه بنشوف ان احنا عندنا المشكله ولا ما عندناش. طيب هل في اي اسئله ثانيه؟ طيب يعني انا بحاول ادور اهو تاني، في بعض الناس بتبعت على البرايفت، في ناس بتبعت على العام. تمام، في ناس كتر خيرها بعتت لي على البرايفت، حطت الكورليشن كوفيشنت بين المتغيرات وبعضها، واضح ان في ارتباط يعني. كتر خيره مفيش مشكله. طيب هل في اي اسئله تانية يا جماعه؟ يعني انا بحاول اقرا الشات بسرعه، فلو في اي اسئله فاتتني. طيب ليلى، انا جربت المتغير الوهمي ولكن على سلسله زمنيه. طيب هل حل المشكله؟ يعني هل كان في مشكله مالتي كولينيرتي وحلها؟ طيب خلاص، يبقى اكيد طالما حلها خلاص. ما هو ده اللي انا بقول عليه، يعني هو الموضوع اكيد ممكن هيختلف من حاله لحاله، بس انا الفكره كلها ان انت يعني هل هي ليها معنى في السياق بتاع الدراسه ولا لا؟ طيب نموذج الجي ام ام، لا نموذج الجي ام ام في عجاله. لا صعب ان احنا نقول نموذج الجي ام ام في عجاله، ولكن هي طريقه استيميشن مختلفه عن الاو ال اس، فممكن ممكن يعني نحط لها يعني احنا ما اعرفش هنعدي عليها ولا، لان ما بصيتش على كل الفصول بتاع الكتاب، ولكن ممكن تكون واحده من الحاجات اللي هنعدي عليها. ولو مش واحده من الحاجات اللي هنعدي عليها، ممكن ابعت لك حاجه في تيتوريال، ما اعرفش يعني وصلت تحت ايدك ولا لا، او تحت ايدك ولا، اسف، في تيتوريال بتشرح، لا تيتوريال بتشرح تفصيل الجي ام ام وبتعمل ازاي، بس بتشرحها على ستيتا، فانت لو محتاجه ابعتها لك، بتشرح خطوه بخطوه يعني. طيب مفيش مشكله، وعلى فكره انا اتعلمت منها اصلا الجي ام ام ازاي اعمله يعني، وتعلمته على ستيتا، وكان ده حاجه عملتها في الماجستير بتاعي. فيعني اقصد ده كانت اي حد بيبدا بيسالني على الجي ام ام بعت له بص على التوتوريال دي الاول وبعدين نتكلم يعني، لان التوتوريال ده بتجيب لك بصراحه من الاخر يعني، ماشي على خطوه خطوه وبالمثال والديتا قدامك، وبتطلع لك الريزلتس وبتحللها وحاجات زي كده. نحط الجي ام ام على بياد، ما فيش مشكله، نحط التوتوريال على بياد، ما فيش مشكله. بس يعني هي بتعمل الكلام ده على ستيتا مش على ايفيوز، ولكن انا عارف ان اتوقع ان ايفيوز بيعمل كمان جي ام ام. بس انا ما عملتهاش على فيوز، انا ما عملتش ايه، ما عملتها على ستيت. طيب لا، السؤال ده لا مش عارف صراحه. ممكن لو انا استخدمت طريقه تقدير تانية تحل لي مشكله المالتي كلينيارتي، لا اتوقع ان لو كان في حاجه زي كده كان جوجوراتي يعني اتكلم عليها في الكتاب، فما اتوقعش يعني. طيب جميل، يبقى اتفقنا. نحط، بس اخد نوت جنبي كده ان انا ارفع التوتوريال بتاعت الجي ام ام على فيازا. وبرده لو في الكتاب هقول لكم هنتكلم عليها في شابتر كام، يعني ما بصيتش عليها كلها. الجي ام ام على فيازا. طيب في ايه تاني؟ طيب في اي اسئله تانيه؟ يعني وفي موضوعات كثيره في الكتاب بصراحه، ان شاء الله هنتطرق ليها، وان شاء الله تكون يعني تفتح للناس يعني سكك كتير تانية غير الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله. طيب عموما عشان ما يعني ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده، لو في اسئله تانية ممكن حضراتكم نحطها على بيادزا، وان شاء الله احاول قدر الامكان اجاوب عليها. وبرضه يعني انا ما شاء الله شايف الناس بدات تتفاعل وتحط بقى حاجات على بيادة وبيانات وحاجات وكده وتجاوب اسئله، فيعني جزاكم الله كل خير، وربنا يعني يبارك لكم، لان الحاجات دي بتشجعنا كتير لما ابص الاقي الناس بتتفاعل مع بعضها وبتحط اسئله وتجاوبها وتساعد بعضها. ده الحاجه اللي احنا عايزين كلنا نعملها يعني، اللي عنده حاجه بيساعد التاني ونقدر نحطها، والنقاش بتاعنا بيجيب موضوعات كويسه وبيثري كده الكورس بتاعنا. فزي ما بقول لحضراتكم برضو نحط الكلام ده، نحط الاسئله على فيازا ونبدا. انا عارف ان التفاعل زاد بصراحه من الاسبوع اللي فات من بعد ما اتكلمت في الموضوع، فيا ريت ان الموضوع يكمل معانا كده، خصوصا بس عشان افكر حضراتكم ان دي يعني اخر محاضره
قبل رمضان، لان رمضان خلاص الاسبوع الجاي في سبت، بس عندنا حاجه تانية هنعمل عنها اعلان السبت يعني الاسبوع اللي جاي، فهنبقى مشغولين في التحضير ليها. فان شاء الله يعني هنتوقف في رمضان وهنتوقف الاسبوع اللي جاي، ولكن برضو كل ما هيبقى فيه فيديوهات عن الحاجات اللي احنا عملناها هرفعها، كل ما يبقى فيه حاجه اضافيه هرفعها. كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا يا رب يعني يعيدوا علينا يعني بلغنا رمضان ويبارك لنا فيه ان شاء الله، ويكون يعني افضل من رمضانات اللي فاتت كلها، ويكون يعني احسن ان شاء الله يا رب، ويكون فصل يعني يكون وقت كده عباده وان شاء الله تركيز. اللي انا بس عايز اقوله ان هو هيكون في تواصل بيننا وبين بعض من خلال بيتزا، هيكون في فيديوهات قصيره بتترفع، ولكن انا بتكلم على الكورس هيتوقف من المحاضرات المباشره، ان حضرتك تبقى حاضر وتقعد معايا، لكن انا هرفع بيانات، هرفع اسئله، هنرفع اسئله واجوبتها وحاجات زي كده، وان شاء الله هنعلن عن المحاضره الاولى بعد رمضان هتكون ايه، وهنمشي بترتيب الكتاب، يعني هنخش على طول على الفصل الخامس، وهتبقى دي المحاضره رقم 5. الناس اللي بتسال على المحاضره الثانيه ان شاء الله هحاول يعني قدر الامكان، انا حددت يعني انا اضطريت اسمع المحاضره كلها واحدد من الثانيه كذا للثانيه كذا ممكن نشيلها وممكن نعمل فيها حاجه عشان خاطر في صوت طلع وحاجات زي كده، ولكن يعني محتاج الوقت ان انا اقعد واقطع الكلام ده كله وارفعه تاني. لو حد يعني يتطوع مشكورا وعنده الخبره دي انه يقدر يعملها، انا ممكن ابعته لاي حد وادي له الثواني اللي محتاجه تتشال ونشيلها ونرفعها على طول يعني. ولكن يعني لو ما فيش ان شاء الله في يعني لو يعني ده ممكن يكون عندي وقت اكبر الاسبوع اللي جاي اجهزها ونبعتها لحضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم انا كمان في فيديوهات دلوقتي بدات اشتغل عليها برضو تفيد حضراتكم، يعني تفيد حضراتكم، اللي هي فكره ازاي تنزل بيانات. فانا بدات بقاعده بيانات البنك الدولي، وان شاء الله اللي عنده قاعده بيانات وعايز يعرف هي بتشتغل ازاي او بينزل يبعت لي يعني في ناس بدات اوريدي بعتت لي، ناس عايزه تبص على صندوق النقد الدولي، في ناس عايزه بيانات الديمقراطيه، في ناس مش عارف يعني اكتر، في ناس بعتت لي رسائل كتير على لما شافوا الفيديو بتاع، هرفع الفيديو ده بالمناسبه على بيازا برضو في الجنرال ريسورسز مثلا، هحطه كنوع كده من الجنرال ريسورسز ما لهاش علاقه بالكورس قوي، ولكن يوري لحضرتك ازاي توصل لبيانات. الشاهد في الموضوع ان لو حضرتك عندك مثلا قاعده بيانات معينه وعايز ان احنا نبص عليها، فيديوهات ريفيوز هنزل فيديوهات ريفيوز، قواعد البيانات هنزلها برضو ممكن تتابعوها لو حضراتكم عايزين اكسس لبيانات معينه او كده، ولو عندكم اقتراحات ل داتا بيزز معينه او حاجات معينه عايزيننا نبص عليها ونحط عليها فيديوهات برضو، انا ما عنديش مانع، اتمنى ان حضراتكم ترشحوها لنا. انا متشكر جدا 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 للالتزام الكبير مع حضراتكم، وبصراحه يعني يعني انا مش عايز يعني مش قادر اقول لكم قد ايه انا سعيد بالكورس وبالمشاركه مع حضراتكم، وان شاء الله ان شاء الله هنكون على تواصل خلال رمضان من خلال البيازا من خلال الكورس ويب بيج، وبعد رمضان هنتقابل في محاضره مباشره ان شاء الله. جزاكم الله كل خير على يعني على الالتزام والحضور والتشجيع والكلمات الطيبه ومساعده يعني كلنا بنساعد بعضنا وكلنا بنتعلم من بعض، وانا دايما بقولها كلنا بنتحمل من بعض. ان شاء الله يا رب تكون معرفه خير، وان شاء الله نكمل مع بعض لغايه نهايه الكتاب، ربنا يعني يكتب لنا يعني العمر والمقدره ان شاء الله والوقت ان احنا والتوفيق طبعا ان احنا نكمله، وان شاء الله يعني نتقابل على خير في محاضره مباشره بعد رمضان، ولكن زي ما قلت هنفضل على تواصل من خلال بيئه ان شاء الله. شكرا يا جماعه، شكرا جدا، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ونلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.